وسهلا فيكم مشاهدينا، يعني بداية الأسبوع وحلقة جديدة من برنامج حديث اليوم على شاشة الأردن. اليوم عندنا فقرات ومواضيع وتقارير متنوعة، إن شاء الله يا ربي إنها بتنال إعجابكم ورضاكم. أهلا وسهلا يا محمد. أهلا وسهلا فيك. وزي ما عودناكم مشاهدينا، حلقتنا إن شاء الله تكون الساعتين خفاف ولطاف عليكم. اليوم 27/6، اليوم 17، لا 27، 27 ورمضان، اليوم 17 عفوا 22 رمضان 22 22 رمضان، ضايل 8 ايام تقريبا لرمضان. ان شاء الله الله يعدي الشهر على خير ويكون امن وسلام على كل المجتمع الاردني والعربي كامل. ونستعرض مع حضراتكم فقراتنا لهذا اليوم. البداية مشاهدينا مع موجز لأهم وآخر الأخبار حتى نتعرف على آخر التطورات والأحداث المحلية العربية العالمية، وبالتأكيد فقرة الأخبار المنوعة. وكاريكاتير جديد في فقرة الكاريكاتير اليومية مع زميلتنا ميس العمر. نتشرف اليوم باستضافة الأستاذ كمال المشرقي من المجلس الأردني لمنظمات حقوق الإنسان حتى نتحدث عن جريمة الإتجار بالبشر وعمالة الأطفال ومستجدات التقرير النصف سنوي. رح نتشرف باستضافة الدكتور نعيم أبو نبع للتحدث عن مرض الارتداد المعدي المريئي. الفنانة إيناس أبو شهاب رح تكون موجودة معنا حتى تحدثنا أكثر عن أعمالها الفنية. رح نتشرف باستضافة مسؤولي مبادرة داعمو الأردن نصر حرز الله وفرح الحوراني للحديث لنا عن أعمالهم التطوعية بشكل عام وفي شهر رمضان المبارك. نبدأ معكم مشاهدينا موجز لأهم الأخبار. شارك جلالة الملك عبد الله الثاني المصلين أداء صلاة الجمعة أمس في مسجد الحرس الملكي بمحافظة العقبة، واستمع جلالته والمصلون إلى خطبة الجمعة التي ألقاها الشيخ محمد الحطيبات، وتناول فيها فضائل شهر رمضان المبارك وليلة القدر، وهو شهر التقرب إلى الله والرحمة والمغفرة والعتق من النار. وأشار في الخطبة إلى أن الإسلام يحمل قيما إنسانية عظيمة ويدعو إلى السلام والانسجام واحترام حقوق الإنسان، وهو النهج الذي يتبعه الأردن وقيادته الهاشمية الحكيمة والتي جعلت منه وبالرغم من التحديات قلعة صامدة وواحة أمن واستقرار وسلام. ولفتت إلى المرابطين في أعمالهم وواجباتهم في شهر الصوم، ومن ضمنهم منتسبو القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الذين يدافعون عن الوطن ويحافظون على أمنه. تسلمت أمانة عمان الكبرى الحزمة الثانية من مشروع الباص السريع شارع الأمير بسمة أو الأميرة بسمة عذرا، رغم وجود نواقص وإصلاحات، لكنها قالت عنها أنها ليست جوهرية وأجرى التعامل معها وفق محددات العطاء. وكشف تقرير اللجنة عن وجود نواقص وملاحظات على أعمال الشارع تمثلت في الكندرين والأرصفة والمناهل والخلطة الإسفلتية على أن يقوم المقاول بإصلاحها، حيث سيتم إعادة استلام النواقص مرة أخرى من قبل جهاز الإشراف تمهيدا للانتقال لفترة الصيانة والتي تمتد لمدة عام. من جهة أخرى، شكلت الأمانة لجنة لاستلام تقاطع الدوريات الخارجية والذي افتتح مؤخرا. وكانت الأمانة افتتحت الحزمة الثانية أو الحزمة الثانية قبل نحو 10 أشهر أمام المواطنين. طالبت شكوى يعتزم موظفو وزارة الصحة رفعها إلى رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي بإنقاذ الوزارة قبل فوات الأوان، مؤكدين أن الحفاظ عليها وعلى كوادرها وإنجازاتها مطلب شعبي ووطني. جاء ذلك على خلفية تكليف مدير إدارة مديريات الصحة علي السعد للقيام بأعمال أمين عام وزارة الصحة بالوكالة وحتى إشعار آخر، وتأخر الوزارة بتعيين أمين عام أصيل، وهو ما أثار موجة احتجاجات في الوزارة. وكان وزير الصحة محمود الشياب أصدر كتابا أول من أمس كلف بموجبه السعد القيام بأعمال أمين عام الوزارة، وهو ما دفع موظفي الوزارة إلى إعداد شكوى يعتزمون رفعها إلى رئيس الوزراء حول ملابسات وسلبيات عدم تعيين أمين عام أصيل للوزارة. قالت إدارة العلاقات العامة والإعلام في مديرية الأمن العام
أنه بتاريخ 13 من حزيران الجاري وأثناء قيام إحدى الدوريات بواجبها كنقطة غلق ضمن اختصاص مديرية شرطة لواء الرمثة، وعند محاولتهم إيقاف إحدى المركبات من أجل تفتيشها والتدقيق على من بداخلها، رفض سائقوها الامتثال لأفراد الدورية وأقدم على زيادة سرعة المركبة ودهس الرقيب عدي غاز العرقان من أفراد الدورية ولذ بالفرار، حيث توفي الرقيب في اليوم التالي متأثرا بجراحه. وقد شكل فريق تحقيق خاص في قيادة إقليم أمن الشمال الوقوف على ملابسات الحادثة وتحديد المركبة التي تسببت بالحادث والأشخاص الذين كانوا داخلها والقبض عليهم. وأضافت إدارة العلاقات العامة والإعلام أن لجنة التحقيق باشرت العمل على جمع المعلومات من مسرح الجريمة حتى جرى تحديد السائق الذي كان يقود المركبة وعمره 22 عاما، وألقي القبض عليه وشخصين آخرين كان برفقته داخل المركبة. توفي نزيل ستيني يوم أمس الجمعة في مركز إصلاح وتأهيل الطفيلة، فقد تم تشكيل لجنة طبية مع الدكتور كمال عساسفة والمدعي العام إبراهيم الطراونة، وتبين من خلال نتائج التشريح أن سبب الوفاة هو احتشاء عضلة القلب نتيجة انسداد الشريان التاجي الأيسر بخثرة دموية حديثة. واستشهد 3 شبان برصاص قوات الاحتلال الصهيوني بمدينة القدس المحتلة مساء يوم الجمعة في عملية فدائية مزدوجة أدت لإصابة جنديين صهيونيين أحدهما مجندة حالتها حرجة للغاية، وتم طبعا وفاة هذه المجندة. وقالت صحيفة يديعوت أحلونوت العبرية على موقعها الإلكتروني أن 3 شبان نفذوا عمليات طعن بآلات حادة وإطلاق نار من أسلحة شبه آلية في منطقة باب العمود بالقدس المحتلة، مما أدى إلى وفاة مجندة من شرطة الاحتلال وإصابة آخر بجروح طفيفة، وتم نقله لمشفى صهيوني لتلقي العلاج. وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية تبلغها رسميا باستشهاد 3 شبان في منطقة باب العمود. وقال شهود أن قوات الاحتلال أطلقت النار بكثافة قبيل موعد الإفطار في منطقة باب العمود بالقدس قبل أن تعلن عن وقوع عملية فدائية مزدوجة نفذها 3 شبان. قالت وزارة الدفاع الروسية إن لديها معلومات تدل على مقتل زعيم عصابة داعش الإرهابية أبو بكر البغدادي بإحدى غارات القوات الجوية الروسية على الرقة السورية. وأوضحت في بيان أصدرته أن الغارة تم توجيهها ليلة 28 من أيار الماضي إلى مركز قيادة تابع للعصابة الإرهابية، ضم اجتماعا لقياديين في عصابة داعش الإرهابية لبحث مسارات خروج الإرهابيين من الرقة عبر ما يعرف بالممر الجنوبي. وقالت الوزارة أنها تسعى للتأكد عبر مختلف القنوات من أن أبو بكر البغدادي كان حاضرا في الاجتماع وتم القضاء عليه جراء الغارة. وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية أن الغارة نفذتها طائرات في الضواحي الجنوبية للرقة، وتم إبلاغ الجانب الأمريكي مسبقا بتوجيهها. وبحسب المعلومات المتوافرة أسفرت الغارة عن تصفية قرابة 30 قياديا ميدانيا من في العصابة الإرهابية، إضافة إلى قرابة 300 مسلح من حراس هؤلاء القياديين. ننتقل معكم مشاهدينا إلى جولة في الصحف المحلية والعربية، ونبدأها مع صحيفة الرأي. الملك يؤدي صلاة الجمعة في العقبة، مقتل شرطية إسرائيلية واستشهاد 3 فلسطينيين، المجلس الهاشمي يبحث فقه الشافعية، الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا تشيد بالإصلاح الأردني، القبض على المتسببين بوفاة الرقيب العرقان، الجيش الروسي يرجح مقتل البغدادي. نعم، وبالانتقال إلى أبرز ما جاء في جريدة الدستور، عملية فدائية قبيل الإفطار بالقدس 3 شهداء ومقتل مجندة وإصابة 5 إسرائيليين، إشادة أوروبية بالخطوات الإصلاحية الأردنية. وأيضا يعني الأرصاد تتنبأ بكتلة هوائية معتدلة في العشر أواخر من رمضان. هنالك خبر أيضا عن الكونغرس الذي يحد من صلاحيات ترامب في تخفيف العقوبات على روسيا وإيران. وإلى صحيفة الغد،
المعارضة السورية الحل السياسي بمأزق، موسكو ترجح مقتل البغدادي بغارة روسية والتحالف يشكك، القبض على المتورطين بدهس الرقيب العرقان، ارتفاع طفيف في أسعار النفط، الملك يشارك المصلين أداء صلاة الجمعة، ولا لتعيين وزراء التعديل لما بعد الانتخابات، واستشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال، انطلاق مهرجان القلعة الجمعة، NBC توقف عرض غرابيب سود، الذهب ينزل لأدنى مستوى في 3 أسابيع. تعرف على خبر أبو بكر البغدادي، طبعا مش أول مرة يعني يعني بطلع الخبر، ولكن الجديد هذه المرة أنه لأول مرة روسيا أو موسكو هي اللي تعلن هذا النبأ. عادة كان مثلا أمريكا أو يعني دول أخرى تعلن هذا النبأ، وفي ترجيح يعني إن إذا ما كان في وفاة أنه يكون يعني حالته حرجة أو إصابة حرجة جدا. وكانت يمكن الولايات المتحدة من يعني من فترة طويلة كانت يعني صرحت عن 25 مليون دولار لأي شخص يدلي بأخبار عن أبو بكر البغدادي. إذا بتعرف شوي أنت هيك عن تفاصيل هذه الشخصية، يعني فعلا الواحد لازم هيك يرجع يدرس مثلا السيرة الذاتية أو التاريخ، كيف هدول بيصير عندهم هذه العقلية. يعني داعش لليوم ما حدا عارف يفهم نشأته أو جذوره. في ناس تقول لك هاي صناعة أمريكية، صناعة صهيونية، صناعة خليجية، صناعة إيرانية، ولكن بالتأكيد في شيء لساته مجهول. يعني في خيوط لازم تتوضح يعني. وعلى فكرة هو تحديدا أبو بكر البغدادي من سنة 2014 لم يظهر على الإعلام يعني بالمرة. وعادة يعني هذا التنظيم يعني ما عنده مشكلة يعني بيعلن عن نبأ وفاة يعني الناس من دعماته أو قياداته، ولكن لا في لغز يعني. قادم الأيام كان تكشف الموضوع. ننتقل إلى بعض الأخبار الاقتصادية ونقرأها اليوم من الدستور وجزء مال واستثمار. 29.9 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان الأسبوع الماضي، 30% فقط من الشركات في الشرق الأوسط تمتلك استراتيجية متكاملة لتشفير البيانات. هذا الديكودينج يمكن صح. الإسكوا تحيي اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف. التصحر والجفاف هذا من عايشين فيه يعني معظم حتى بلادنا يمكن صحيح. العربية قد يكون، بس أنا بقول الجفاف اللي عم نعاني منه نحن يعني كعقل جمعي يمكن في تصحر. مرات الواحد بيشعر إنه حتى عاطفي ولا صحيح. إنساني يعني مزبوط تصحر على مستوى المجالات كاملة وهذا أخطر. الجمارك تدرج شركتين للقائمة الذهبية، والأسهم الأمريكية تقلص خسائرها وتغلق على استقرار. ننتقل إلى صحيفة الدستور الثقافية. الشعراء رضوان وأبو الهيجة والبوريني استذكروا تفاصيل الحياة وشؤونها. جمعية المكتبات والمعلومات الأردنية تقيم حفل إفطار رمضاني. الملكية للأفلام تعرض الفيلم الوثائقي جن الزعتري. باحثة سعودية تدرس تلقي الأدب التفاعلي في النقد العربي المعاصر. والخزافة والتشكيلية مها الطاهات، رمضان شهر المحبة والانفراد بالذات. نعم، وإلى جزء حياتنا نقرأه من صحيفة الغد. عائلة تتناول وجبات الإفطار بالهواء الطلق كسرا للروتين. جميلة كسر الروتين كثير حلو طبعا، وخاصة هلأ يعني احنا دخلنا ب يعني العشر أواخر، خلص الناس عزايم وتفضوا لحالهم هلا. حتى الواحد بده بالفعل تغيير يعني هذا الروتين. يعني هو بصراحة تغيير لست البيت يعني، لأنه يعني تنهارها بالبيت وتنهارها بالمطبخ وبالطبيخ، ويعني أجواء البيت بتظلها محصورة فيها خلال رمضان، ففرصة أنها مزبوط تطلع. مزبوط. في أيضا مقال أو يعني مجموعة من النصائح عن طرق للتخلص من إجهاد التواجد مع الآخرين، وهذا مهم يعني الواحد يجهد إذا كان موجود مع الآخرين. أحياناً إذا كان طبيعة القعدة خلينا نحكي مع الآخرين فيها ضغط نفسي أو رسمية أو تكليف مثلاً أو مجاملات أو سلبية. أنا بتعمل لي على فكرة. صح. هاي مشاكل. كمان في مجموعة من النصائح التغذوية للانتقال من رمضان للعيد. هون فعلاً إحنا بصير عنا يمكن تلبكات معوية، واليوم عنا فقط
فقرة طبية في غاية الأهمية عن يعني الارتداد المعدي المريئي، واللي أيضا ممكن يصير يعني بسبب ممارساتنا أو سلوكياتنا المبالغ فيها مثلا بأيام العيد منه. القهوة المعمول يعني الواحد بيكون هنا بالجريدة حاطين أنه حاول أول يوم الواحد يظلوا ماشي مع التقاليد رمضان شوي شوي، يعني افطر على مي، افطر على تمر، اعمل وجبات شوية صغيرة ما تخليها وجبة كبيرة، يعني الواحد يحافظ تدريجيا. صح. في خبر أيضا عن سرطان الثدي، يعني دائما الاعتقاد الشائع أنه هذا السرطان يصيب فقط النساء، وبالتأكيد يعني ضحايا هذا النوع من السرطان أكثر من النساء والسيدات، ولكن أيضا الرجال لازم يديروا بالهم. ما بعرف إذا بصيروا يعملوا حملات أيضا فحص مبكر لازم يعني لازم نتقصى الموضوع، بس هي النسب قليلة جدا 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 يعني في سرطان الثدي عند الرجال، ولكن بصير. فيتامين إي ونقصه خطير جدا على الصحة. أيضا يعني في بعض المقالات عن طبيعة الحياة الاجتماعية واللي تغيرت للأسف كثيرا في أيامنا الحالية وتحديدا في رمضان. يعني زمان كان رمضان شهر للعمل للإيمان، ما كنا نشعر حتى أصلا الوقت يعني بيمشي أكتر. هلأ يعني حتى مثلا مع الإجازة في كتير من الأمهات مثلا عم بيشكوا كان إنه أولادنا بيصوموا بس بيناموا 6 الصبح وبصحوا 7 أنت عارف. وفي ناس كتير على فكرة اللي ما بيشتغلوا يعني او بايام الاجازه بيعملوا نفس الشيء. يعني هو المفروض شهر عباده الواحد يشعر فيه، كيف ده الواحد بيشعر مع او يحس بقيمه هذا الشهر اللي هو شعور مع المحتاجين مع الفقراء اذا نايم طول النهار، يعني ليل ونهار ونهار وليل. صح. واذا بتقرا كثير تعليقات، شوف امبارح كان كثير في تعليق عجبني انه شيء عن النوم وشهر رمضان، يعني انه هلا يعني اصعب شيء عند الاشخاص هلا الساعه البيولوجيه اللي عم تتغير، يعني بس نسيت التعليق كان في زي يعني نكته عن الموضوع. الساعه البيولوجيه كثير مهمه برمضان، بس ما بتتاثر بالجوع، الساعه البيولوجيه بتتاثر بتغيير مواعيد نومك بتغيير يعني ممكن اول اسبوع زمان برمضان الكل تغلب نتيجه انه صرنا نسهر اكثر عشان نتسحر فتره السحور ونصحى بكير على دواماتنا، فهي كانت اول فترة بالأسبوع، بس تلقائيا أسبوع زمن الجسم بتعود. فيعني زي ما حكيتي أنت الواحد لازم يعني رمضان شهر عبادة. صح. شهر فضيل. صح. أنت لما تعمل خير وأنت صايم هنا الأجر والثواب، وهنا أنت بتحس بقيمة الصيام. أما والله أنا نايم طول النهار زي ما حكت وأصحى وقت الفطور وأكل هيك أنت صحيت. صح. تفطر وتكمل يومك عادي، مش كأنه يوم رمضان. إذا أنت بتشتغل بإخلاص بشهر رمضان يعني كمان هذا له أجر وثواب. طبعًا. للأسف إحنا عنا ما تحكيش معي بخلاص ارجع بعد العيد عشان معاملة صايم. لا مش الكل، ولكن بالفعل عم بتصير ظاهرة يعني. 100%. طيب نروح للتحدي الرياضية، في أخبار رياضة. التحدي نبدأها باستعراض مواعيد بطولات الموسم الجديد لأندية المحترفين. اتحاد الكرة يسعى لتخفيض الغرامات المالية والمباريات المقامة بدون جمهور. اتحاد السلة يطلب مناقشة خطة إعداد منتخب الرجال وينفي تجميد الأرثوذكسي للعبة. منافسة قوية للظفر باللقب بطولة الراحل السعيد بسكواش. نادي عمان يكرم فرقه الرياضية. نعم. وننتقل إلى مجموعة من الصحف العربية، نبدأها مع صحيفة الحياة اللندنية. موسكو تعلن قتل البغدادي، واشنطن تشكك، يعني كنا قد قرأنا هذا الخبر أيضا في صحفنا المحلية. بغداد تستبعد ترأس اجتماعات مع أبرز قياديي التنظيم، لأنه يعني الغارة كانت أو يعني تم التصريح أنه الغارة كانت أثناء ترأسه لاجتماع مع 300 قائد على الأقل أو أكثر. هنالك خبر أيضا عن البرلمان اللبناني يقر قانون النسبية، يعني هذا القانون كان بعد 11 شهر أو سنة أحالته الحكومة للبرلمان اللبناني. يعني يا الله وانت بتسمع الاخبار بتشعر قد ايه كل ما يتعلق في المجالس النيابيه والبرلمان والحكومه والاليه اللي بتصير يعني في بلادنا العربيه بتشبه بعضها. لكن الملفت في قانون النسبيه انه في له مجموعه من المعارضين من الناشطين تحديدا، يعني حتى كان في تظاهر امبارح الجمعه، بتعرف بيداوموا لبنان يعني انه عطلتهم سبت واحد، كان في تظاهره بعد ما خلصت الجلسه النيابيه لمجموعه من الناشطين عندهم تحفظ على هذا القانون تحديدا، لأنه أولا لغى الكوتا النسائية،
والتانية أنه أيضا لم يسمح للشباب اللي عمرهم 18 سنة بمثلا الترشح، ومن وجهة نظرهم هي كلها طبعا مخالفة ل يعني الدولة أو الأحكام المدنية. هنالك خبر أيضا عن ماكرون ينتظر تفويضا مطلقا لخطته الإصلاحية. شفت أيضا كان في صورة جميلة جدا كان لازم والله نحطها عن مجموعة من الرؤساء لدول أجنبية، عندك ماكرون وكان جاستن ترودو من كندا وأعتقد يمكن هولندا، المهم كلهم كانوا أربعة وكلهم أعمارهم ما بين 39 و 45 سنة. هاي الكل شافها طبعا، هي بتحكي لازم نحطها، هي الكل شافها طبعا يعني أنا قلت نحطها هون يعني. طبعا هم ما شاء الله شباب أمامير وما شاء الله عليهم كل واحد منهم ما شاء الله يعني ضعف العمر بيكون عندنا يعني مسكوا على نقطة ضعفنا بالضبط. وعلى فكرة كان في صورة رائعة جدا بتبين قد ايه في يعني اختلاف الثقافات، وللأسف يعني احنا ثقافتنا شوي فيها مغالاة، فيها شو أوف، فيها يعني كان أعتقد وزراء في مش عارف برضو أجان يا الحكومة البلجيكية أو الهولندية طالعين كلهم على البسكليتات على أعمالهم بالبدل، وهذا الحكي أنا شفته بأوروبا، يعني ما حدا بيستخدم مركبته الخاصة أو سيارته إلا مثلا بالويكند يعني عطلة نهاية الأسبوع، غير هيك بطلع بالبدلة واللابتوب والشنطة وكل الأمور، وبطلع مثلا بالمترو، بطلع يعني البسكليت لأكثر من سبب. الصورة اللي شفتيها أنت روتين حياة مش عشان يتصوروا تصوروا على البسكليت ونزلوا نمط حياة لايف ستايل، وهذا الشيء يعني كنا نشوفه في أكثر من سبب. أولا عندهم قناعة تامة بقديش مهم نحافظ على البيئة، وقديش عوادم السيارات يعني خطيرة جدا على البيئة وعلى صحة الإنسان وعلى الازدحامات وكل شيء. ثانيا كتير بيأمنوا بقضية إنه الواحد يعني يتحرك أو يحرك. صح. رقم ثلاثة يعني هاي المناظر مألوفة جدا هناك، يعني تخيل أنت حدا يطلع ببسكليت رايح من نقطة ألف لنقطة باء مثلا في عمان، إنه يمكن بصير حديث الساعة. بعدين عندهم الباركينجز كمان، المواقف مكلفة جدا، يعني كمان هاي نقطة من النقاط، بس حلو جميل يعني عن جد حلو. أصلا موصل على شغله نشيط لأنه صح. عم بمارس رياضة، أنت وصلت على شغلك فعندك طبعا طاقة بدك تأخذ المترو إيجابية. لأنه في بالزبط. مسافات، بس حتى كيف الطريقة اللي بيحملوا فيها مثلا بسكليت تبعهم، برك الباص السريع فكرك لما يصير مصير هيك. ننتقل لصحيفة الشرق الأوسط. حبيت التعليق تفضل. موسكو تعيد الجدل حول مصير البغدادي، أردوغان لست راضي عن التوسع الفارسي، وبارزاني استفتاء كردستان للاستقلال، وفي خبر على فكرة شدني، بلدة نحل اللبنانية تتوقع الأسوأ عن عائلة مفقودة، ناجم من درعا يحترق في لندن. هاي شاب طلع لاجئ من سوريا نتيجة القصف اللي صار عليهم وراح لندن، والمسكين يعني توفى بالحريق اللي صار بلندن. اللي قبل بدرس كم هندسة يوم. عمره تقريبا 24 سنة، وكان ساكن بالطابق 14 هو وزميله، نتيجة الحريق اللي صار بلندن فتوفى. الله يرحم الجميع. ولا تدري صح. نفس بي هرب من القصف من زي ما هم كاتبين بالبراميل المتفجرة طبعا، فما تحرق في لندن. الله يرحم الجميع. احنا اليوم هيك بلشنا الصحف بالعكس يعني، فلنا نروح للقدس العربي، وعندك بعدين القدس المقدسية. القدس العربي: اعتقال ضابط فرنسي بتهمة تسريب معلومات سرية جدا للمغرب. نائبة في البرلمان الأوروبي تطالب بإيضاحات حول تسليم مدريد الرباط معلومات عن نشطاء الحراك. الأمم المتحدة تداعيات مقلقة للأزمة بين قطر ودول الخليج. تأخر بث نشرة أخبار يطيح بمدير التلفزيون الحكومي في تونس. ساعة ونص. تخيل. ساعة ونص تأخرت النشر. ما هو ساعة ونص يعني ساعة ونص الناس عم تستنى. صارت عنا كتير نحن. بس ساعة ونص يعني ممكن ربع ساعة نص ساعة. الفكرة التأخير. شوف يعني المفروض كل برامج التلفزيونية خلاص هاي مثل بيك بن يعني. هي خاصة أخبار لأنه في ناس على فكرة بوقت وساعاتهم على الأخبار. صح. خبراء أمميون: القمع في البحرين سيؤجج الاضطرابات. تلاسن حاد أيضا ما بين النظام السوري ويعني يعني بعض أعضاء الأمم المتحدة. مصر: الأمن يمنع دخول الشباب إلى المساجد لإفشال احتجاجات على اتفاقية تيران وصنافير. يعني تحديدا هذه الاتفاقية وطريقة تمريرها يمكن كانت كمان خبر مفاجئ جدا. صحيح. يعني للكثيرين. الباقي أعتقد قرأناه عن مقتل البغدادي وترجيح مقتله، وطبعا عملية الشهداء باب العمود. القدس المقدسية ننتقل ونختم في القدس المقدسية.
زي ما حكينا بالأخبار السابقة، 3 شهداء ومقتل مجندة إسرائيلية في عملية مزدوجة قرب باب العمود بالقدس. الوقود المصري يصل غزة خلال أيام، السفير الأمريكي يزور مستوطنة في الجولان قريبا، ووفاة طفلين بحادثين منفصلين في غزة، ومقتل مواطنة بالخطأ برصاص نجلها الطفل في خان يونس. أكثر من 300,000 مصلي أدوا صلاة الجمعة الثالثة من رمضان في المسجد الأقصى، ودعوة اليونسكو ضم البلدة القديمة في الخليل والحرم الإبراهيمي لقائمة التراث العالمية كتراث فلسطيني. نعم، بروح لمقالنا. مقالنا اليوم اخترناه للكاتب فهد الفانك من صحيفة الرأي بعنوان تحويلات المغتربين اقتصاديا واجتماعيا، حيث بدأ الكاتب مقاله بالقول: لم يكن البنك الدولي موفقا عندما قرر في واحد من أحدث بياناته أن تحويلات المغتربين الأردنيين في الخارج في عام 2016 البالغة 5.1 مليار دولار تشكل 13% من الناتج المحلي الإجمالي. أقول هذا لأن تحويلات المغتربين لا تشكل جزءا من الناتج المحلي الإجمالي، لأنه يقيس القيمة المضافة التي يتم إنتاجها داخل البلد محلي سواء قام بالإنتاج مواطنون أو وافدون، فالمحدد هو الرقعة الجغرافية. لكن حوالات المغتربين تدخل في الناتج القومي الإجمالي الذي يقيس ما أنتجه الأردنيون سواء كانوا داخل البلاد أم خارجها، وتطرح منه حوالات الوافدين إلى بلادهم، فالمحدد في هذه الحالة هو الجنسية. ويتابع الكاتب مقاله بالقول: في بلد كالأردن منفتح على الخارج، فإن المقياس الأكثر صدقا للأداء الاقتصادي هو نمو الناتج القومي الإجمالي وليس الناتج المحلي الإجمالي الذي يفضل الصندوق استعماله. الاغتراب يكتسب في الأردن أهمية بالغة من عدة نواحي، فهو مصدر مهم للعملات الأجنبية، يغذي احتياطي البنك المركزي، وهو يعالج فائض القوى العاملة الأردنية ويعطيها الفرصة التي لا تجدها محليا، وبالتالي فإن الاغتراب باب من أبواب مكافحة البطالة، وهو يوفر تمويلا للاستثمار وخاصة في المجالات العقارية وأسهم الشركات والادخارات، وبفضل الحوالات يستطيع الأردن تمويل مستورداته التي تناهز 3 أمثال الصادرات. كانت حوالات المغتربين قد أظهرت تراجعا على ضوء الركود الاقتصادي النسبي في دول الخليج العربي على أثر انخفاض الأسعار العالمية للبترول، ولكن هذا الاتجاه توقف مع بداية هذه السنة، حيث عاد النمو الإيجابي إلى حاله على ضوء تعزيز الثقة العامة بالاقتصاد الأردني وثبات سعر صرف الدينار تجاه الدولار. واختتم الكاتب مقاله بالقول: يقدر عدد الأردنيين العاملين في الخارج بحوالي 600,000 مغترب، وتصل أعدادهم مع أفراد عائلاتهم إلى نحو 1,000,000، مما يؤكد الأهمية البالغة للاغتراب اقتصاديا واجتماعيا. يلاحظ على حركة الاغتراب في الأردن أنها تسير باتجاهين، فالأردن يجمع بين تصدير واستيراد القوى العاملة، مع فارق واحد هو أنه يصدر كفاءات عالية ذات خبرة ويستورد عمالة يدوية رخيصة. هذه المفارقة تعني أن لدينا مشكلة مؤجلة هي الاختلال في تركيب القوى العاملة الأردنية من حيث الفائض في الكفاءات والعجز في العمالة اليدوية، وستظهر هذه المشكلة في حالة عودة المغتربين، حيث لن يستطيع الاقتصاد الوطني استيعابهم والتكيف مع الواقع الاجتماعي المتغير. يعني الموضوع الجديد القديم اللي له علاقة باقتصادنا الوطني، بالبطالة، نسب بطالة عالية جدا، هلا عندنا مهددات وليست على فكرة بجديدة، يعني بعد تأجيج الأزمة الخليجية، ولكن كانت حتى قبل سنوات، يعني صحيح. عودة كان آلاف من المغتربين أو الأشخاص اللي عم بيعملوا بالخارج، وهذا مرجح إنه يتزايد يعني في قادم الأعوام. يعني احنا دائما بنحكي نحن بحاجة لاستراتيجية أخرى، استراتيجية مختلفة، منهجية. دراسة لعشرين سنة لقدام، يعني 50 سنة لقدام. ليش احنا دراستنا دائما بس محدودة؟ قصيرة المدى. يعني على موسم واحد فقط لا غير. مرات بيكون في خطط استراتيجية طويلة المدى، بتعرف، بس إيش التحدي بيكون؟ إنه الأشخاص اللي بدهم ينفذوا هذه الاستراتيجيات ما بيكونوا فاعلين في وضعها، فبيشعروا إنها جيت لهم بباراشوت.
فتبقى في الأدراج وما بيتم حتى يعني توضيحها مثلا لهم. المنفذ لازم او يعني اللي بدهم يشتغلوا او ينفذوا الخطط الاستراتيجيه، انا من وجهه نظري لازم يكون ايضا شريك في صنعها حتى ينتمي لها. هلا في جزئيه اخرى او نقطه مهمه يعني وملحه اشار لها الكاتب، انه نحن نصدر كفاءات وخبرات عالية ولكن نستورد العمالة الأيدي العاملة اليدوية المهنية، وهذا أيضا موضوع قديم جديد دائما كنا نحكي فيه إنه قديش اليوم نحن بحاجة إلى مراكز تدريب مهني وتقني بمستويات أعلى، قدي اليوم نحن بحاجة إنه نغرز في أطفالنا أهمية إنه مثلا العمل كنجار كحداد كفي السباكة، هاي التفاصيل اصلا هي مطلوبه اكثر في مثلا الانشاءات وغيرها، لانه بتشعر دائما انه معظمها هي من العماله الوافده، بالرغم اذا بدك تفكر فيها يمكن هاي من اقل ما فيش فيها بطاله حتى لو اشتغلوا يعني كل شبابنا الاردنيين فيها. بس تعرفي انا احنا لسه عندنا ثقافه العيب موجوده، يعني مثلا انا مستعد ادرس مهندس واقعد بالبيت، بس انه انا ادرس هندسه ما ادرس مهني واطلع اشتغل بحرفتي، بس زي ما حكيتي انه صاحب الحرفه يعني ما عنده بطالة طبعا. ما عنده بطالة، بتلاقي انه باي مكان واي مجال ممكن يشتغل بحرفته العظيم. ممكن يشتغل بحرفته، يعني سواء الدهين ما في ورشة بدهاش دهين صح. وبتلاقي مثلا الاصلاحات اللي عم بتصير بالمباني بدها الحرفيين خلينا نحكي صح. بشكل دائم مطلوبين. اما مثلا المهندس يعني في بطالة بس ومع هيك ثقافة العيب بقول لك انا ليش اروح بتدريب مهني، انا درست توجيهي معدل كثير ممتاز، ممكن انا ادرس هندسة بعدين بصير عندي بطالة، ساعتها بصير يشتغل باي مجال ثاني. طب ما انت الاربع سنين او الست سنين اللي اشتغلت فيها هندسة ممكن تكون انت امنت مستقبلك اذا اشتغلت انت بالتعليم المهني. بدي احكي بس هيك نقطتين تعقيبا على اللي حكيته حضرتك محمد، يعني هلا مثلا احنا باجواء الصيف الاشخاص اللي عندهم مكيفات هوائية إذا خرب بدك تاخذ موعد من اللي بده يجي يصلح يمكن يعطيك مثلا بعد أسبوع، وبيجي بحسب عليك يعني بالتكة يعني إنه مثلا زيارة ب30 دينار ولا هذا غير تصليح يعني أجر إيده وتركيبه. هلا النقطة الثانية هذا اللي أنا حكيته، بدنا نرجع نحن نغرس أهمية يعني ضرورة الأعمال المهنية من الصغار، مش الواحد بس خلص توجيه ويجيب معدل عالي وزي ما حكيت يدرس هندسة ولا كمبيوتر ولا اي تي والسوق يعني مكدس تماما يعني بهذه المهن، بعدين يقعد يحط ايده على خده، فهي المفروض يكون حتى من أعمار كتير صغيرة صحيح. انا بتذكر ما بعرف كان على ايامكم عمي منصور النجار طبعا كانت يعني هي مثلا يعني في المناهج عرفت بصير انت تتفرج على هيك شغلات بنعطيه قيمة أكثر مثلا. أنا مش درستها بس ما رجعت علي أنا كثير أقدم من هيك أنت أقدم من هيك؟ لا هاي من المناهج القديمة كثير محمد ما أنا مناهج أول الثمانينات يمكن مزبوط. طيب منروح للحالة الجوية محمد. الحالة الجوية تسود المملكة أجواء مشمسة معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية العالية، وتكون حارة نسبيا في مناطق البادية وحارة في الأغوار والبحر الميت، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بعد الظهر وتثير الغبار خاصة في مناطق البادية. مساء الأجواء صافية لطيفة في المرتفعات الجبلية ومناطق البادية ومعتدلة أيضا في الأغوار والبحر الميت، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة قد تنشط أحيانا، وتفاصيل درجات الحرارة نتابعها وإياكم.
دقائق مشاهدينا مع فاصل ونعود بعده لاستكمال حديث اليوم. اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا مره ثانيه، بننتقل معكم لفقره الاخبار المنوعه. وخبرنا الاول مزعج جدا للنساء تحديدا، انا ما راح اعلق عليه ولا راح اقرا اي شيء، ورافضته جمله وتفصيلا قبل ما تسمعوه مشاهدينا. تفضل. الخبر الاول هو عن عاده غريبه منتشره في احدى القبائل الصومال الافريقيه الفقيره، حيث بقوم الزوج عشان يثبت رجولته بيوم عرسه بضرب عروسه ضربا مبرحا امام الحضور كامل، ومن ضمنهم اهل العروس، يعني انه كمان اهل موجودين وعشان عشان تعترف العروس برجوله زوجها وبانه سيكون السيد المسؤول والامر والناهي في بيته. يعني نسفوا مبادئ العلاقة الزوجية، الزواج يعني اللي قائم على الاحترام، الزواج اللي على التفاهم، على المحبة، على الشراكة الحقيقية. بحياة الله مين أصلا الرجل الذي يضرب أو بمد إيده؟ هذا مش رجل، هذا ذكر. ذكر لا ذكر. ما بقدر أنا شخصيا يعني كتير زعلانة من معاذ اللي هو حط هذا الخبر. بس خلص. طب يعني أنت خذيها من ناحية إيجابية ولا فيها أي يعني نوع من أنواع الإيجابية؟ هذا الحكي بالصومال، إحنا عنا بيصير العكس. لا 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 بالعكس، يعني هذا الحكي هلا تركوا كل المظاهر. على فكره بالصومال في شغلات رائعه جدا، بنجيب تركوا كل العادات الجميله. وبعدين هاي تعتبر عندهم، عشان هيك بتورطوها. محمد هلا يعني قدام المشاهدين اخر حلقه بطلع فيها انا وياك اذا هذا رايك. لا طبعا هلا هو من ناحيه راي انه هاي الضرب عمره ما كان اثبات الرجوله، انا هاي عندي حتى الضرب في القران الكريم للاسف تفاسيره خاطئه. يعني الناس بتقول لك واضربوهن، يا عمي مش هيك واضربوهن، على اي اساس؟ مين اللي عم بيفسر لك القران؟ الضرب في القران الكريم المسواك، يعني بس هو هيك حتى يعني انه ما يعني ترفع ايدك كثير. حتى يعني العقوبات عندنا الموجوده في الدين ضرب. الاسلامي يعني فيها كمان نوع من انواع الرحم والتاديب مش العقاب. تأديب مين بيطلع له يأدب مين؟ اللي بيعمل الحدود خلينا نحكي، مين يعني مين بيطلع له يأدب؟ ولي الامر، الامام والمفتي. هسا احنا بدناش ندخل المواضيع زي هيك، خلينا موضوع الصومال. هلا نخلص من موضوع الصومال، انه انا مش مع ضرب لانه الرجوله لا يعني ما لا تقاس بعمليه الضرب، بس هي عادي عندهم، يعني زي ما حكوا لك قدام اهل العروس يعني الموضوع عادي، لانه زي ما ضرب اهل ضرب البنت راح يضربوا بنتهم، راح ياخذوا منهم على فكره وراح يضربوا منهم. ننتقل للخبر الثاني. الخبر الثاني، أشخاص بتناولوا الطعام عبر مواقع بث مباشر. الأمر قد يبدو غريبا في أماكن كثيرة من العالم، ولكنه متداول جدا في كوريا الجنوبية. طبعا في مدينة في كوريا الجنوبية بعض الشباب فيها بيقوموا بتناول الطعام، أعتقد يعني وهن فيسبوك لايف أو هن لايف بيحكوا مع الناس وكل لقمة يمكن بمضخها بدفعوا 10 سنتات أو شيء زي هيك. من الناس اللي عم بتشاهده بتحول له بالونات على شكل دعايه، مش دعايه، على شكل انه اعجاب. على شكل بالونات، كل بالون بيحمل سنت او سنتات معينه. فبصير في عندهم يعني دخل اضافي. نعم. حلو، يعني هاي كمان افكار جديده. على العموم هذا في كوريا الخبر. في واحد بقول لك حصل على $1,500 في الليله الواحده نتيجة انه عم بياكل والناس عم تحكي معه وتبعت له بالونات. انت مستقل الكوريين بالشغلات هاي، لانه بحكي لك انه ما عندهم تواصل خلينا نحكي مجتمعي بين بعض، فبحسوا بالوحدة احيانا لدرجة انه ممكن يتناول اكله على الكاميرات اساس يحس ان الناس عم يعني صح. تتناول معه. انا يعني هيك الواحد لما ياكل منفردا تحديدا هذا الموضوع بدعي منه. يعني واحد بيضطر مرات مثلا بالسفر احيانا يعني مع انشغال افراد العائله انه ياكل لحاله، بس دائما في غصه الاكل. صح. تحديدا يعني بالنسبه لنا المفروض يكون كمناسبه جماعيه. طب بنروح بعد ذلك للكاريكاتير. ننتقل الى كاريكاتير مع زميلتنا ميس العمر، نشوف شو خبيت لنا اليوم كاريكاتير جديد. We'll be right back.
مشاهدينا بعد الفاصل نرجع وإياكم وموضوع نقاشنا لليوم الإتجار بالبشر وعمالة الأطفال. يعني موضوع الأرقام اللي تحدثت عنه أو تحدث عنه التقرير النصف سنوي كان بصراحة مش صادم، كان مخيب للآمال للكتار من الأشخاص سواء من العامة أو حتى الحقوقيين. هل يعقل أنه هكذا التقرير يبين عنا فقط 181 حالة عمالة أطفال؟ هل يعقل أنه فقط عنا 5 حالات إتجار بالبشر؟ يعني إحنا نتمنى لو هاي الأرقام واقعية، ولكن وجهة نظرنا، مش نظرنا، نظر الحقوقيين، نظر ضيفنا تحديدا، هنالك تجميل لهذا الواقع. ليه هذا التجميل؟ ليه ما نصرح عن الأرقام الحقيقية؟ ليه ما نعترف بوجود مشكلة حقيقية في هذه القضايا قبل ما تتفاقم؟ ليه مصرين على سياسة يعني دفن رؤوسنا في الرمال؟ والمعلومات يعني بالنهاية كلها تفاصيل رح نتحدث فيها مع زميلنا الحقوقي الأستاذ كمال المشرقي. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك. يعني هنا محضرين للشباب مقدمة مختلفة، ولكن أنا بصراحة يعني كأي شخص يحمل عقل ما بين رأسه وعنده مشاهدات ويتنقل بالأرض وعنده يعني بعض الأعمال الميدانية، يعني يتفاجأ من هذه الأرقام. وجهة نظرك الأرقام اللي صرحوا عنها في هذا التقرير تحديدا واقعية؟ تمام. أول شيء شكرا لكم، شكرا لهي القناة اللي عم بنشوفها كل يوم عم تتبنى يعني قضايا لها علاقة بالحقوق والحريات الأساسية التي يجب أن يتمتع طبعاً بها الإنسان، وهذه نقلة نوعية في الإعلام الأردني، وإن شاء الله تستمروا على هذا النهج. هذا وعد. إن شاء الله. إحنا لما نحكي عن التقارير ونحكي عن الأرقام نحكي عن الغاية والأهمية من هذه التقارير. نعم، الأرقام اللي شفناها في التقرير هي تعتبر أرقام بسيطة، ولكن احنا بنعتبرها بالدرجة الأولى انه هذا مؤشر عم بعطينا انه في إنجاز في موضوع حقوق الإنسان على الجانب العملي. ولكن النقطة الأساسية هي كيف بدنا نتعامل مع هاي الأرقام. في حالات، نعم كثير في حالات تسجل، حالات لغاية هاي اللحظة مش طالعة على الإعلام، مش طالعة حتى على مستوى التقارير. لسه الممارسات اللي عم نشوفها على الصعيد الحكومي أو على صعيد الأجهزة اللي موجودة في الحكومة هي ممارسات قد ترتقي إلى مسألة أن هناك انتهاكات، ولكن في غياب لتوثيق مثل هذه الحالات، غياب لرصد مثل هذه الحالات. وزي ما ذكرت أنت على موضوع الاتجار بالبشر وعلى موضوع عمالة الأطفال، طب ما عندي تقرير طالع من منظمة العمل الدولية، عندي تقرير من وزارة العمل الأردنية. صح. يعني عم نحكي عن أرقام، بالفعل أرقام كبيرة، أرقام صادمة، أرقام ممكن تشكل مشاكل، وهذا الهدف من إعداد التقرير. أنا بعد التقرير حتى ألاقي علاج لهاي المشاكل. بس الأرقام اللي طلعوها الإحصائية مثلا حالات عمل أطفال أردني، طبعا أطفال أردنيين 181 حالة، هل هذا قريب من واقع الأرقام اللي طلعتها مثلا ILO منظمة العمل الدولية أو وزارة العمل عنا؟ لا، يعني حقيقة في فارق وفي فجوة من ناحية الأرقام. وهي كمان اللي المطلوب منا احنا كمؤسسات مجتمع مدني ان نشتغل على مسألة الرقابة على مثل هاي المعلومات. اوكي، الان صار في عنا، وهي طبعا نشكر عليها المنسق الحكومي انه عم بيعطينا تحديث للحالة، حالة حقوق الانسان في الاردن. التدفق المعلومة والحصول على المعلومات هاي كانت من الاشياء اللي احنا بنعتبرها ايجابية من 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 هذا التقرير. دور مؤسسات المجتمع المدني الان اللي تبدا في عمل تقرير موازي تقرير المنسق الحكومي لحقوق الإنسان. لأن عمل تقرير نصفي، أنا مباشرة كمؤسسة مجتمع مدني لازم أبدأ في مسألة إعداد مثل هاي الأرقام ومثل هاي الحقائق اللي ممكن تساعدني في لحظة من اللحظات أنه نرتقي في مسألة حقوق الإنسان في الأردن. طب من وجهة نظرك الأرقام بالنسبة لعمالة الأطفال، خلينا نحكي اللي أنتوا رصدتوها أو وزارة العمل الأردنية أو منظمة العمل الدولية، قديش تقريبا؟ إحنا في عنا تقريبا قريب من 60,000 حالة.
أردنيين؟ لا هو بين الأردنيين وفي بعض اللاجئين اللي بيشكلوا تقريبا نسبة. طب هو التقرير حكى 1.6 هم اللاجئين، وبالأخص بين قوسين كان لاجئين سوريين. نعم. هيك كان التقرير. أردنيين، أعطيني أردنيين لأنه أنا بهمني جدا ما يعني ظهر في التقرير. بقول لك 181 حالة أردنية، 45,000 حالة من جنسيات أخرى. لا تقريبا هو العكس. الرقم الرقم من وجهة نظرك ليه هذا التقرير ما وضح الأرقام الحقيقية، وليه ما في هذا التشبيك؟ إذا أنت عم بتقول ونحن أيضا يعني بنحترم هكذا ممارسات إنه عندنا تقارير نصف سنوية عم يعني بتوضح عم تعطي مؤشرات، ولكن في يعني شو بتسميه أنت؟ خلينا يعني هذا الفرق يعني شو بتسميه؟ خلينا نتفق على شغلة، إنه إحنا الآن في بداية التعامل مع التقارير وخصوصا التقارير الحكومية. هاي من الحالات النادرة اللي عم بتصير عندنا في الأردن، إنه يكون في عندي تقرير حكومي عم برصد الأجهزة الحكومية. هاي بنعتبرها احنا إيجابية في لحظة، وفي لحظة ثانية احنا بنحكي عن الممارسات اللي قاعدة بتصير على أرض الواقع. الفجوة في الأرقام. نعم. هذا دليل على انه ما في تنسيق كبير بين الأجهزة الحكومية في تصنيف الانتهاكات اللي موجودة داخل هاي المؤسسات، وبالتالي نحتاج إلى توعية وتثقيف وتدريب للعاملين في الأجهزة الحكومية حتى يقدر يعتبر إنه هذا انتهاك ولا مش انتهاك، لأنه ممكن تأخر المعاملة داخل المؤسسة أنا من وجهة نظري ممكن أعتبرها أنه انتهاك. في انتهاك، ولكن هو بيعتبره أنه الوقت لازم يمشي ولازم تنضي. بس يعني هاي في قضايا عمالة الأطفال أو اللي هن رصدوها واضحة أنه يعني شو الانتهاك فيما يتعلق بعمل الأطفال. تمام، هذا جزء اللي هو الرصد الميداني. يعني نحكي على قضية عمالة الأطفال كيف بدي أربطها في موضوع التسول. يعني لما نيجي نحكي على موضوع التسول إحنا مباشرة بنربطه أنه التسول ممكن يكون من عمل الأطفال وممكن يكون من الاتجار بالبشر. طبعاً. فهي من الأشياء اللي أنا بدي يعني أنا بوسع الدائرة في تصنيف الانتهاك. نعم. الموظف الحكومي لا عم بحاول أنه يضيق الفجوة على أساس أنه يعتبر بأنه هذا الإجراء هو ممارسة وسلوك من قبله. نعم. وبالتالي صارت الحاجة أنه إحنا الآن إلى توعية، سواء كانت توعية للموظفين العموميين وتوعية للمواطنين أنه أنا في عندي حق لازم أخذه، مش لأنه أنا بتمنى، لا، لأنه هذا حق موجود في الدستور، موجود في الاتفاقيات اللي صادقت عليها الأردن اللي بنعتبرها هي أعلى مرتبة من التشريعات الوطنية وواجبة التطبيق. طبعاً طبعاً. فصارت الحاجة أن أنا كمان أوعي المواطن فيها. الشيء المهم أنه في مسألة الممارسات، أنه ما بقدر أني أنا أعتبر أنه هذا السلوك الفردي السلبي من الموظف قد يشكل انتهاك، وبالتالي أنا لازم أنبه هذا الموظف بأنه أنت لما تمارس عملك كموظف عام أنت مطلوب منك أيضا مسألة الالتزام بتحقيق حقوق الإنسان والاحترام والحماية لحقوق الإنسان. نعم. وبالتالي هاي لازم تكون يعني زي ضوابط في العمل الحكومي، وهذا اللي بيقوموا فيه الآن حقيقة من خلال المكتب المنسق الحكومي. ولكن الآن اللي بنطلبه بهاي المرحلة بالذات شفافية أكثر في الشفافية الأرقام، واقعية التدفق أكثر للأرقام، التدفق السريع للمعلومة، والتشبيك معكم، مؤسسة الشراكة بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني. خلينا نستمزج رأي المنسق الحكومي الأستاذ باسل الطراوني اللي موجود معنا حاليا عبر الهاتف. أهلا وسهلا بحضرتك، جهود مشكورة بداية لهكذا تقرير نصف سنوي، بالرغم من أنه يعني الكثير من المعنيين في هذه القضايا بيحكوا أنه في فروقات كبيرة جدا فيما يتعلق بالأرقام. نحكي بداية عن هذا التقرير، ليه ما كان في تشبيك من وجهة نظرك أيضا مع مؤسسات المجتمع المدني، مع منظمة العمل الدولية اللي قد تكون عندها حالات رصد لأرقام واقعية أكثر؟ شكرا أختي هناء، أولا أرحب معك بضيفك الكريم أستاذ المشرفي، وثانيا أشكر اتصالكم بكريم وتواصلكم وتشبيككم مع مطلقي التقرير. نعم. إدارة إطلاق التقرير الحكومي لحالة حقوق الإنسان على المستوى الرسمي. نعم. وأيضا هذا يدل على أننا يعني نعيش الحمد لله بإصلاح حقيقي فعلي وعملي عن شبكة معلومات من واجب الحكومات أن تقدمها إلى الرأي العام بكل فترة. ونحن على مستوى منظومة حقوق الإنسان قمنا
منذ عام 2014 بإطلاع الرأي العام بشكل دوري وبشكل منظم ولم ينقطع بالمطلق إطلاق التقارير التي تبين مدى التقدم وأيضا ما هي الخطط الوقائية والعلاجية للعلاج وأيضا إفصاحنا عن يعني ما هو يمكن أن يكون ثمار طيبة إلى جمهور الرافضين. نعم. إلى الحكومات بشكل عام، لأننا نعترف بالأخطاء ومن ثم نضع الخطط ومن ثم نبين مدى سياسة القانون وتطبيقاتنا. نعم. للقانون وأيضا نبين مدى النهج الحواري والتشاركي الرائع. نعم. الذي يعني تعيشه الدولة الأردنية مع يعني مؤسسات المجتمع المدني. وهذه جهود مشكورة، ولكن من وجهة نظرك ليش في هذا الفارق يعني فيما يتعلق بالأرقام الحقيقية بواقع الأرقام الحقيقية؟ يعني أختي هنا حضرتك تتحدث عن أرقام. نعم. ويعني بجوز لو الآن قلت لك الرقم 150 أنا متأكد من شخصية أنا الأعرج راح تطلع وتحكي المفروض يكون العدد 200. مش أنا يا أستاذ باسل، يعني معنا الأستاذ كمال المشرقي وعطينا الأرقام اللي ظهرت في تقريركم وحكى الأرقام المفروض تكون معكوسة. مضبوط. طيب بدي أسألك أختي هنا، أنا يعني للأسف ما سمعت الحلقة من بدايتها، لكن أوكي. يعني لكن يعني أتحدث في موضوع التقرير و فيما يخص ايضا يعني في مجال مكافحه الاتجار بالبشر. نعم. انا بتحدث عن الست شهور الماضيه لانه هذا تقرير نصف سنوي. صح. بمعنى اننا كل ست شهور نطلق سلسله تقارير حقيقه. والان نظمناها صارت يعني بفترتين تطلق حتى نبين مدى التطبيق الفعلي والعملي لاليات التحسين واليات التطوير والتعديل اللي نشتغل عليها حقيقة بالشراكة طبعا أكيد مع المجتمع المدني، وبالعكس احنا حققنا أفضل الشراكات وهم أيضا حققوا شراكة نوعية أيضا مع الحكومة في مجال حقوق الإنسان. نعم. الجو العام في مثلا يعني أنا بتحدث عن في مزاج عام تحقق في إدارة مكافحة الاتجار بالبشر تحديدا على وجه الخصوص، وهذا ما عزز دور الندوات والدورات التي أقيمت خلال الفترة الماضية. واخي كمال وحضرتك كنا ندعيكم دائما. نعم. وابدا وباستمرار. نعم. اكثر للشراكه وانت تحديدا اختي هنا وايضا اخي كمال. نعم. احنا نتشرف، هذا واجبنا ايضا وجهودكم مشكوره. فنتحدث عن انعقدت دورات بالشراكه مع المجتمع المدني والمؤسسات الراعيه في مجال اعطاء المشاركين دورات في مجال تدريب المدربين، وعملنا جلسات يعني حواريه حول موضوع حوكمه الهجره. واجتهدنا واشتغلنا في مجال يعني تطوير المؤشرات استغلال العمال والاشكال المختلفه باتجاه البشر. ايضا يعني نتباحث دائما وابدا بشكل دوري ومراجعه تجويديه لمخرجات صياغه الخطه الوطنيه لمكافحه الاتجار بالبشر. كل ذلك والمحاضرات التشاركيه ولما نعلن عن ارقام هي المفروض بكل الأحوال لنشطاء حقوق الإنسان أن تكون صادمة لهم حينما تحدث عن أرقام، سواء كانت من وجهة نظركم طبعا متواضعة أو أرقام مرتفعة مبالغ بها أيضا. هذا هو رأيكم. صح. من خلال لقطكم الموضوعي. نعم. حقيقة لأعمال الحكومات. نعم. وهذا ما يسرنا. نعم. وهذا المأمول أيضا يعني أستاذ باسل الطراوني، ولكن أنا بس قبل ما أشكر حضرتك بدي أكد لك تماما أنه نحن أبعد ما نكون عن جلد كل ما هو محمود يعني في مجتمعاتنا. إحنا دورنا اليوم رقابي، إحنا نرصد، إحنا يعني من خاطب بالنهاية المشاهد والرأي العام، وهو له الحق يعني فيما يقتنع. بالعكس إحنا بدنا نشوف ممارسات إيجابية من جميع المؤسسات والدوائر الحكومية، لكن لن يعني كإعلام حر ما بنسمح لحالنا أن نجمل ما هو يحتاج إلى ترميم. شكرا جزيلا للأستاذ باسل الطراوني وحضرتك المنسق العام لحقوق الإنسان، بالعودة لحضرتك. يعني جهد مشكور نوعا ما، وحكى الأستاذ باسل أنه في هذا التشبيك ما بين مؤسسات المجتمع المدني وما بين يعني معهم أيضا. في قادم الأيام رح يكون في تشبيك أكثر، رح يكون عندكم دور
للمؤسسات التي ترصد، المؤسسات العقابية الرقابية؟ نعم، من بداية إنشاء ولاية المنسق الحكومي لحقوق الإنسان وإحنا بنشتغل على موضوع مؤسسة الشراكة ما بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني، ونعقد أكثر من لقاء، ونعقد في الفترة الأخيرة كان في المنتدى التشاوري على موضوع الاستعراض الدور الشامل اللي راح إن شاء الله خلال الأيام الجاي راح يكون في متابعة على هذا المنتدى، وهي من الأشياء اللي احنا بنعتبرها أنه بالفعل إيجابية. نعم. الآن الأشياء اللي احنا عم نحكي فيها على موضوع حالة حقوق الإنسان في الأردن، هاي الحالة تتطلب مني أنا كمؤسسات مجتمع مدني أني أعترف بالمسؤولية تجاه موضوع حقوق الإنسان قبل أي شخص آخر أو قبل أي مؤسسة أخرى، لأنه هذا بنعتبره نهج قائم على حقوق الإنسان. ومن الأشياء اللي كمان نحكيها الإيجابية في التقرير اللي عد المنسق الحكومي أنه صار في حتى على مستوى موازنة الدولة الأردنية كويس صارت تتكلم عن حساسية هاي المؤسسة لموضوع حقوق الإنسان، اعتبرناها أنها ممكن ترفع من مسألة حقوق الإنسان في الأردن. بس أنا بدي أرجع لتحت، حقوق الإنسان هي عبارة عن سلوك، صح؟ إذا بدنا نقعد نحكي عن أرقام وحقائق وعن اتفاقيات وعن مواد، وأنا لساتني ما عم بحكي عن الاحترام أو الاعتراف بقيم حقوق الإنسان الأساسية. توجه. أيوة. وهاي اللي بتكون عندي مؤشرات، هاي المؤشرات وهي كمان نتبناها على المنسق الحكومي لحقوق الإنسان أن يكون في موائمة ما بين التقارير. يعني الآن صار في عندي تقارير نصف سنة وعندي تقارير سنة، وبدي أعمل موائمة، بدي أشوف المؤشرات القياس الكمية والنوعية، صح؟ وين صار في عندي تحسن في موضوع حقوق الإنسان، وين لسه في عندي استقرار، وين في عندي منحنى خطير في مسألة حقوق الإنسان. هاي من الأشياء اللي أنا بدي أراعيها في مسألة التقارير وتحليل التقارير. مسألة الإفصاح عن المعلومات والحصول على المعلومات، إحنا عم بنشوف إنه الآن في مؤسسات عم تعطيني أرقام وحقائق، في مؤسسات عم تأخذ جانب من موضوع الوقت الطويل. يعني أنا صار لي تقريبا أسبوع وعشر أيام قدمت لأحدى الوزارات بناء على طلب الحصول على المعلومات، لغاية الآن ما في أي تواصل، رغم أنه في عندي 30 يوم اللي هي المدة اللي ممكن يعطوني فيها في هذا المعلومة. لو بعرف كل موظف حكومي أنه أنا مش جاي أني أنا أتطوع عشان تعطيني الأرقام، صح؟ لا، من واجبك، صح؟ أنك تعطيني هاي المعلومة وفق لقانون اسمه قانون الحصول على المعلومات. هاي من الأشياء بنعتبرها أنه صار في عنا توجه، صار فينا توجه، الشراكة موجودة وشراكة حقيقية ما بيننا وما بين الحكومة في مسألة حقوق الإنسان. لأنه إذا ما كان في شراكة ما بيننا وما بين بعض راح يكون في عندي خلل في المعادلة. إحنا مش في صراع أو مش في منافسة ما بيننا وما بين الحكومة، إحنا بدنا نرتقي بالعمل. في مسألة حقوق الإنسان ولما طلع قرار مجلس حقوق الإنسان على موضوع أصحاب المصلحة ذكر صراحة على أنه هناك مسؤولية تجاه أصحاب المصلحة في مسألة تنفيذ حقوق الإنسان، الرقابة على حقوق الإنسان ورصد الانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان. ولهذا السبب يعني أنا مثلا لما تحدثت مع الأستاذ باسل طراوني حكيت أنه يعني اقتباسا من حضرتك أن الأرقام قد تكون معكوسة ويمكن هو صدم يعني بهذا الحكي، مشان هيك بدنا إحنا التشبيك يكون أكثر. بالانتقال لقضية الإتجار بالبشر، الكثير من الأشخاص يعتقد أنه الإتجار بالبشر هي الإتجار بالأعضاء أو تجارة الأعضاء. اليوم شو الأمور التي تندرج تحت الإتجار بالبشر، وهل نحن في استقرار ولا في منحنى خطير في هذا الموضوع في الأردن؟ تمام. يعني الإتجار بالبشر وجريمة الإتجار بالبشر، يعني في شعرة بربط ما بين بيع الأعضاء والإتجار بالبشر. يعني صراحة هاي من الأشياء بس هيك الناس بتفكر، والنقاط المهمة، هذه جريمة وهذه جريمة. يعني صراحة موضوع الاتجار بالبشر كل شيء ممكن يأثر في التعامل مع الناس الآخرين ممكن قد يكون أو قد يرتقي إلى جريمة الاتجار بالبشر. نعم. تعاملنا مع عاملات المنازل هذا ممكن قد يرتقي إلى مسألة الاتجار بالبشر. الحرمان من بعض الحقوق والحريات الأساسية قد يرتقي إلى مسألة الاتجار بالبشر. نعم. التسول، وهي من الأشياء المهمة، هاي من الجرائم إذا احنا تابعناها بالفعل قد تصل إلى مرحلة أن تكون هناك تنظيم لمسألة التسول، وهذا ممكن أن صار
يكون هناك ايوه ان يكون هناك شبهة جريمة الاتجار بالبشر. هذا الحرمان من الحقوق والحريات حتى الأساسية. تجارة الجنس اعتقد هي اتجار بالبشر. كل مراكز المساج كل الممارسات السلبية التي ممكن ان تؤثر على شخص اخر سواء كان من الجنسيات الغير أردنية أو ممكن يكون من اللي أنا تحت سيطرتي ممكن يؤدي إلى شبهة في مسألة التجار بالبشر. والقانون التجار بالبشر إجا واضح في 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 تعريف موضوع جريمة الاتجار بالبشر وهي من الأشياء اللي إحنا عم نحكي فيها عدم اطلاع المواطنين على موضوعات الجرائم المتعلقة بحقوق الإنسان أو التي تمس حقوق الإنسان أو التي تتعرض لموضوع الاتجار بالبشر هي ممكن أن تسبب نوع من الإرباك في مسألة التعريف على هاي المفاهيم والمصطلحات. ولهذا السبب من وجهة نظرك جاء بالتقرير أنه فقط 5 حالات لأنه أجان إحنا عم نتحدث عن يعني أطر مختلفة. هاي من الأشياء اللي عم نحكي فيها أنه كمان المواطن بده يعرف بأنه أنا في عندي انتهاك هون لازم أروح أبلغ عنه. لما أبلغ عن هذا الانتهاك إحنا ممكن ما بيننا وما بين بعض كمواطنين عم نسمع حالات زي مسألة العنف الأسري عم نسمع كل يوم في عنا حالات عنف أسري. طيب هل هناك ناس عم بيروحوا ببلغوا على موضوع الجرائم وكيف بده يصير في عنده إحصائيات؟ ما بقدر يقول لك والله إنه أنا شهدت لا أنه يكون في عندي سجلات عم تتنظم بـ 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 بأرقام عم تتنظم بمسائل مين المتسبب بالحادث مين اللي متعرض لهذا الانتهاك إمتى التاريخ هاي كلياتها بنظموها يعني لما تصلوا للحالة. طب قبل ما تصلني أنا الحالة أو ممكن إنه يصير في عندي انتهاك وما تصلني هاي الحالة وبالتالي هاي زيادة الوعي عند الناس من الأشياء المهمة جدا اللي بتخليني أني أنا أرتقي في مسألة حقوق الإنسان وفي الدفاع عن مسألة حقوق الإنسان. مش بس أني أنا يكون في عندي حالات وممارسات لا أنا بدي يكون في عندي متابعة ما بعد حصول هذا الانتهاك. الآن من خلال هاي التقارير يعني صار في عندنا زي ما نسميها سنة من قبل مؤسسات حقوق الإنسان على موضوع التقارير أنه إحنا عم نرصد كل هاي حالات وعم نستخدم هاي الأرقام اللي ممكن تفيدني في لحظة من اللحظات إنه عم بواجه خطر هاي الظاهرة. سكوتنا عن الانتهاكات اللي موجودة عن حالة حقوق الإنسان هي اللي بتؤدي للتطرف هي اللي بتؤدي للكراهية هي اللي بتؤدي للإرهاب هاي كلياتها إذا أنا بدي أحكيها كمؤشرات هي كلها مترابطة ما بينها وما بين بعض. يبقى الحالة إنه أنا قديش ممكن إني أنا أفيد حالة حقوق الإنسان لحتى نرتقي لأن عندنا الخطة الوطنية لحقوق الإنسان الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان هاي بنعتبرها هي نهج وثيقة وطنية تعتز بحقوق الإنسان. دورنا الآن إن نساهم في مسألة تحقيق هاي المؤشرات أو المحاور اللي موجودة في الخطة الوطنية. هي بنهاية دور متكامل جهد يعني وطني. جهد وطني من المواطن نفسه من الإعلام من المؤسسات الحكومية مؤسسات المجتمع المدني وغيرها وأيضا أهمية توظيف يعني هذه الأرقام يعني 5 حالات الإتجار بالبشر شو صار فيهم هل في قوانين رادعة نفس الشيء مثلا الأرقام التي بيتم رصدها كيف التعامل معها وهذا آخر سؤال لحضرتك وهي كمان يعني. هاي كمان يعني لمكتب التنسيق الحكومي إنه بالفعل في عندي من خلال هذا التقرير في عندي أرقام إنه في قضايا حفظت كويس لأن دوري إني أعرف ليش حفظت What's next إنه في عندي جرائم تم إحالتها طب بعد الإحالة شو صار هاي من الأشياء اللي إحنا نحتاجها بالفعل من ناحية الإفصاح بالمعلومة وأنا متأكد من خلال علاقتنا مع المنسق الحكومي إنه لو هناك معلومات موجودة عند المنسق الحكومي من خلال هاي المؤسسات كان أعطانا إياها يعني ليش هو بده يخلي في عنده معلومة بالعكس أصلا همه إنه يكون في معلومات أو تدفق للمعلومات بشكل كبير مع المؤسسات المجتمع المدني وحتى كمان مع المؤسسات الحكومية الأخرى كمان في تكاملية يعني نشوف إنه مثلا وزارة الشؤون السياسية ماذا فعلت وزارة العدل أيضا ماذا فعلت شو الترابط ما بينها وما بين بعض هذه المرحلة اللي هي مرحلة البناء في موضوع حقوق الإنسان هاي إرادة خلينا نحكي إرادة سياسية عليا في الدولة الأردنية اللي هو الاهتمام بهذا الملف وإحنا زي ما بنشوف في حوالينا في المحيط اللي إحنا عايشين فيه
في لهيب من الصراعات طبعا. والنزاعات، واحنا تنبأنا لهي الصراعات والنزاعات قبل وقوعها لانه في انتهاكات جسيمه لحقوق الانسان في هاي الدول اللي عم بتصير فيها صراعات ونزاعات. فبنتمنى انه نبقى احنا الحصن اللي بيهتم بحقوق الانسان، حصن مانع بالضبط يعترف بالحقوق والحريات الاساسيه لحقوق الانسان الاردني. شكرا جزيلا، جهودكم مشكوره، وجهدك ايضا استاذ كمال المشرقي مشكور جدا. نحن نعدكم كوسيلة إعلامية إنه نعمل على رفع الوعي يعني من خلال استضافات من حضرتك أو عدد آخر من الخبراء. أهلا وسهلا فيك. وأيضا يعني قبل الختام هذه الفقرة تحديدا بدنا نشكر الأستاذ باسل طراون اللي كان معنا عبر الاتصال الهاتفي. فاصل مشاهدينا وعودة لاستكمال فقرات برنامج حديث اليوم. اهلا وسهلا مشاهدينا، وفقرتنا الطبيه اليوم راح نحكي عن داء الارتداد المعدي. هو مرض كثير مشهور ويعني يعرف كمان بمرض ارتجاع المريء، وللحديث اكثر عن الموضوع استضفنا الدكتور نعيم ابو نبع. اهلا وسهلا فيك دكتور. حياكم الله، اهلا وسهلا بك. يعطيك العافيه. شكرا على الدعوه. شكرا جزيلا، شرفتنا. شكرا كثيرا، حياكم الله. دكتور نعيم، بالبدايه اشرح لنا ايش هو المرض هذا الارتداد المعي. الارتداد المعدي المريئي هو احد الامراض الجهاز الهضمي المنتشر في كل موجودة في كل دول العالم، في كل الطبقات، في كل الأعمار. وإحنا كأطباء جهاز هضمي تقريبا، وأطباء الباطنية، وأطباء حتى الأطباء العموم تقريبا كل يوم نشاهد مرضى عندهم ارتداد معدي مريئي. النسبة عالية جدا، تقريبا حوالي 20% من الناس ممكن يكون عندهم ارتداد معدي مريئي. هو يعني يوصف بأنه رجوع لإفرازات المعدة أو محتويات المعدة إلى المريء، وأحيانا تطلع من المريء إلى منطقة الحلق، وأحيانا ممكن تدخل القصبة الهوائية. إذن هو رجوع إفرازات المعدة أو محتويات المعدة من المعدة إلى المريء نتيجة لوجود ارتخاء في صمام الفؤاد. هناك إحنا لما نتناول الطعام من الفم، الطعام بدخل من الفم إلى منطقة الحلق، ومن الحلق بدخل إلى المريء. المريء فيه هناك يعني حركات المريء بتنزله إلى أسفل المريء، وأسفل المريء هناك في صمام اسمه صمام الفؤاد، يعني يعمل في اتجاه واحد فقط من المريء إلى المعدة. هذا عند الإنسان الطبيعي. ولكن لما يكون في ارتخاء في هذا الصمام بيصير ما بسكر كليا، فالإفرازات الحامضية الموجودة في المعدة أو محتويات المعدة من طعام والأخرى ممكن يرجع من المريء إلى المعدة، وزي ما حكينا ممكن عفوا من المعدة إلى المريء، وممكن يصل لمنطقة الحلق والقصبة الهوائية. يعني السبب الوحيد هو هذا الارتخاء في صمام الفؤاد، وإيش الفرق؟ يعني إحنا دائما بنحكي حرقة المعدة، حموضة المعدة، هل عم تحدث عن نفس الشيء؟ الأعراض هو هذه أحد الأعراض الحرق، يعني هي ارتخاء في صمام الفؤاد هو رقم واحد في ما يسمى يعني أحد الأسباب الرئيسية. لازم يكون هناك ارتخاء عشان يصير في رجوع. وأحيانا بيكون في ارتخاء زائد فتق في حجاب الحاجز، يعني في ارتخاء وفي جزء من المعدة طالع من مكانها إلى أعلى إلى منطقة الصدر، هذا اسمه فتق. يعني بالعامية فتاق. فتاق في الحجاب الحاجز اللي هو من الصمام، جزء من المعدة بيطلع لفوق إلى منطقة الصدر، هذا اسمه فتق في الحجاب الحاجز. أحيانا يعني بيكون هناك ارتداد معدي مريئي مع وجود ارتخاء في صمام الفؤاد ووجود فتق، وأحيانا في ارتداد معدي مريئي بدون فتق، وأحيانا في فتق بدون ارتخاء معدي مريئي. هذا لما يكون في الصمام بيشتغل كويس حتى لو كان في فتق ما بصير ارتداد. أهم نقطة في الموضوع هو ارتخاء في صمام الفؤاد. نعم. احنا عندنا مجموعه سلايدات. شو رايك شوفهم. عشان كمان الاشخاص هنا يكونوا معنا تماما. هلا بدنا نعرضهم. هي هنا منطقه الحلق والمريء، وينتهي بعدين اسفل الى المعده، اخر المعده في الصمام. اللي بعدها ممكن نشوفهم الصوره الثانيه. السلايد الثانيه شباب. السلايد الثانيه. هي هنا في صمام، اخر المريء في صمام. هي مسكر. هذا هو يجب أن يكون هيك. فقط لما الطعام يصل إلى هاي المنطقة الصمام بدخل الطعام إلى المريء وبسكر حالا. هذا طبيعي. يعني طبيعي. في اتجاه واحد فقط.
لكن لما يكون في التهاب في الصمام بيصير ابتداد بيصير في عوده للمواد الموجوده في المعده. طيب دكتور، يعني الانسان الطبيعي او الانسان يعني اللي ما عنده خبره بالمجال الطبي، كيف بيقدر يميز مثلا انه هل الوجع اللي جاي او هل الحموضه هل نتيجه فتق او هي نتيجه حموضه طبيعيه او نتيجه القولون العصبي زي ما بنعرف سمعنا اخيرا يعني شغلات جديده عم تطلع، كيف بيقدر يميز وياخذ العلاج المناسب له؟ هو يعني اولا لازم مراجعه الطبيب، اولا واخيرا مراجعه الطبيب. احنا بنحب نطبب انفسنا انت عارف. طيب هو لازم يجي على الطبيب ويستمع. طبعا هو اي انسان طبيعي حتى كان صمام كويس اذا تناول كميات كبيره جدا من الطعام زياده الضغط داخل المعده ممكن يعني يصير ارتداد. في الانسان الطبيعي بدون ارتخاء وبدون مشكله اذا عبى بطنه بشكل كبير بصير ارتداد معدي مريء، كلنا ممكن يصير عندنا نفس يعني. لكن احنا نتكلم عن مرض الارتداد المعدي المريئي عندما يحدث تكرار لهذا الارتداد وتكرار للأعراض اللي ممكن نحكيها بعدين. يعني أهم الأعراض هي الحرقة، الشعور بحرقة أو حرقان أو حزاز في منطقة المعدة، وهذا الحزاز والحرقة ممكن ينتشر إلى أعلى، ممكن يصل منطقة الحلق. هو بيكون بشكل مستمر دكتور؟ لا هو يعني بروح وبيجي يعني له علاقة عادة لما تكون المعدة فاضية عادة ما بيكون في ارتداد. عادة بيجي بعد الطعام عادة، أو لما يكون في ارتخاء كبير أثناء النوم ممكن يصير ارتداد إلى آخره. أهم نقطة هو الصمام الفؤاد. هلأ الحرقة هي أهم عرض، أهم أسبابها، أهم أعراضها، أهم عرض، أهم عرض موجود لارتداد المعدة المريئة هي الحرقة. شعور وإذا أي إنسان عنده حرقة أو حزاز أو حرقان في منطقة المعدة أول ما بنشك إلا الارتداد المعدة المريئة. طبعا لازم نستثني أمراض القلب، ولكن بشكل عام الحرقة. والنقطة الثانية أحد الأعراض المهمة هي التجشع ورجوع، مش فقط شعور بحرقة إنما رجوع لمواد الموجودة في المعدة من المعدة إلى المريء، مواد يعني ممكن تصل لمنطقة الحلق وممكن تدخل قصوة هوائية. الشيء الثالث يعني ضيق النفس دكتور له علاقة؟ النفس يعني ناس كتير بتقول لك أنا حاسس إنه مثلا نفسي ديق. عم بيضيق يعني له علاقة أو إلو هل هو عرض يعني؟ له علاقة، هو أصلا هو ممكن الارتداد يصل كمان لمنطقة الحلق وممكن يسبب مشاكل في الحلق، تكيسات أو التهابات في الحلق، وممكن يدخل إلى القصبة الهوائية. نعم. إذا دخل القصبة الهوائية ممكن يسبب نفس. التهابات رئوية متكررة. وممكن يسبب السعال يعني المتكرر. وممكن المريض اللي عنده يعني ممكن ما فيش عنده حرقان بشكل كبير إنه يقول إنه عنده يشعر فقط في الأعراض التنفسية ويراجع أخصائي صدرية ويأخذ مضاد حيوي مرة مرتين ثلاثة بعدين يكتشف إنه يا عمي مشكلته هي ارتداد معدي مريئي بيصل من من المعدة إلى المريء، من المريء إلى الحلق، من الحلق بدخل خاصة أثناء النوم ممكن يدخل القصبة الهوائية ويسبب التهابات متكررة ويسبب سعال مستمر. إذا ما عالجنا الارتداد المعدة المريئي هذه الالتهابات التنفسية ظلها متكررة. طبعا هذا مش كل الحالات فيها تدخل القصبة الهوائية، لكن هناك حالات موثقة ومعروفة إنه إذا كان في سعال متكرر أو التهابات متكررة في الرئتين ومش عارفين ايش سببها عادة طبيب النفسية بقول روح يعني. اخصائي الجهاز الهضمي شوف اذا في ارتداد معدي مريء او لا. بتفضل في حضرتك في غاية الأهمية لأنه كثير مرات إذا ما عالجنا السبب الحقيقي رح تضل هالأعراض موجودة. بما إنه جئت على ذكر إنه لازم نزور إحنا طبيب، كيف بتشخصوا أنتم؟ يعني هل سريرياً بكون في فحوصات بدي أحكي في إكسريز؟ قبل ما أحكي عن التشخيص بدي أحكي كمان أحد الأعراض للارتداد المعدي المريئي هي ألم بالصدر. يعني أحيانا بيكون في ألم شديد بالصدر والمرضى بيراجعوا الطوارئ والطبيب أولا طبعا بده يستثني المشاكل القلبية. 15% من حالات الألم بالصدر الشديد اللي بيجوا على الطوارئ بيكون سببهم ارتداد معدي مريئي. ألم بالصدر وين دكتور أصدقاء؟ هون يعني ألم بالصدر زي وكأنه ذبحة صدرية ممكن تكون وكأنها. ليش؟ لأنه المواد المرتدة من المعدة إلى المريء، المريء بيحاول يتخلص يرجعها لمكانها بيساوي تقلصات عشان يرجعها إلى أسفل. هاي التقلصات في منطقة هي المريء من هون لهون يعني منطقة الصدر بيمشي. هاي التقلصات داخل المريء ممكن تكون شديدة جدا
يصير يعني عند المريض الم، عند المريض الم شديد غادي الطوارئ. طبعا طبيب الطوارئ اول شيء بده يستثنى، بده يستثني القلب لما لما يجد ان القلب سليم. دكتور بس حتى يعني نستغل الدقائق الاخيره، كيف بنشخص وشو هي اليه العلاج؟ التشخيص بلا شك يعني هو اول شيء ناخذ القصه المرضيه، بعدين التنظير اهم شيء. يعني لازم يكون تنظير. الاشعه الملونه ممكن تعطيك انطباع، ممكن تعطيك انطباع بس ابر اندوسكوبي لازم، لكن ابر اندوسكوبي تنظير هضمي علوي، بنشوف المريء وبنشوف الصمام، احنا بنشوف بشكل جيد واحنا داخلين، بنشوف الصمام وبنشوف ايش عامل، هل يعني لا يوجد علاقه واضحه ما بين الاعراض وما بين الاشياء اللي بنشوفها بواسطه التنظير. يعني هناك اعراض بسيطه، ممكن حرقان بسيط او انزعاج بسيط ونلاقي فيه التهابات شديده جدا في المريء، والعكس صحيح، اعراض شديده جدا وحرقان شديد ونلاقي مشكله بسيطه. فلازم التنظير عشان نشخص الحاله ونشوف اذا في، بالاضافه الى الالتهابات في المريء نشوف اذا في فتق مرافق، او كمان لسوء الحظ بعض الاحيان بنلاقي تغييرات في الغشاء المخاطي في اخر المريء نتيجه الارتداد المعدي المريء المتكرر. بيصير تغييرات في الخلايا في اسفل المريء، وهي بتكون يعني ما قبل حدوث السرطان، بدها متابعه. هاي نادره ولكن ممكن نشوفها بواسطه التنظير بشكل جيد، وناخذ عينات عشان نستثني انه وجود خلايا غير طبيعيه. والعلاج بس العلاج طبعا اول شيء، اولا اهم شيء يعني اول المريض لازم ياكل دائما وابدا، اللي عنده ولا ما في عنده ارتداد ناكل شوي شوي، نقطع الاكل كويس، نمضغ الاكل كويس، ما ناكل بسرعه وما نعبيش بطننا كليا، لان تعبئه البطن هي سيئه من عده نواحي ما بدي ادخل في مجالاتها. بالاضافه الى ذلك المريض مش لازم يتعشى وينام حالا، لان في ارتخاء بصير ارتداد اكثر. اي ضغط، اي زياده في الضغط على البطن لاي سبب من الاسباب بيزيد الارتداد المعدي المريئي. وكذلك يجب رفع السرير، مقدمة السرير حوالي 50 سنتيمتر، هذا بيكون ضد الارتداد المعدي المريئي. وإذا كان المريض عنده مشاكل لازم يعالج مشاكل، لأنه إذا بشد بزيد الارتداد. طبعا بلا شك هناك أدوية كثيرة بتشد شوي صمام الفؤاد وبتزيد حركات المريء، بتزيد حركات المريء عشان ينزل المواد المرتدة إلى أسفل، وبتشد شوي صمام الفؤاد. وهناك علاجات بتقلل من نسبة الحموضة حموضة المعدة من الكمية ومن النوعية. لهذا السبب المواد المرتدة من المعدة المريء ما بتسبب مشاكل، لأن بتكون نسبة الحموضة أقل. بشكل عام هذا يعني بشكل مبسط. شكرا جزيلا، حياكم الله. ممتاز، المعلومات جدا رائعة. سؤال أخير دكتور بخصوص الناس اللي بتمارس الرياضة، خاصة في تمرين اللي بيكون فيها الاستلقاء على الظهر احيانا، او مثلا اللي بيكون فيها رفع اثقال بيصير في ضغط زيادة على الجسم، احيانا بيصير في عندهم كثير بيعانوا من موضوع الحرقة، هل هذا نتيجة صحيح نفس الارتداد؟ نحن حكينا اي شيء يزيد الضغط داخل البطن هو عامل مساعد في ظهور الاعراض. لكن اذا كان الصمام كويس يعني ما في، اذا كان الصمام كويس ما في مشكلة يعني، لكن اذا كان الصمام في شوية ارتخاء اي شيء يزيد الضغط داخل البطن بيؤدي الى زياده في الارتداد المعدي المريئي وزياده في شعور الشعور بالاعراض. شكرا جزيلا لحضرتك. 20% نسبه كثير كبيره، لازم الكل يروح يسوي تنظير. ما في دراسات محدده، ولكن انطباعي هذا، انطباعي بنشوف كل يوم طبعا. يعطيك الف عافيه الدكتور نعيم ابو نبعه، وحضرتك الاستشاري في الجهاز الهضمي والباطني، اهلا وسهلا بحضرتك محمد. يعطيك تودينا على البحرين ان شاء الله. تقرير على البحرين. هلا هو عندنا تقرير مركز عيسى الثقافي نظمه بالتعاون مع مسرح الجلجامش في العاصمه البحرينيه المنامه، امسيه سينمائيه بحرينيه بعنوان صنع بشغف الجزء الثاني، والذي يعتبر رابع مسرح في البحرين. مزيد في التفاصيل نشوف التقرير مع بعض. بعد نجاح النسخه الاولى للمهرجان السينمائي صنعت بشغف، نظم مركز عيسى الثقافي بالتعاون مع مسرح جلجامش أمسية سينمائية بحرينية بعنوان صنع بشغف اثنين، حيث تضمنت عروضا لمجموعة من الأفلام البحرينية القصيرة بالإضافة إلى تكريم عدد من رواد السينما في البحرين. صنع بشغف اثنين يعني الباقة اللي اخترناها باقة مكونة من 6 أفلام بحرينية انتجت ما بين عام 2014 و2017. اللي ميز صنع بشغف اثنين عن المهرجان السابق ان اخترنا مجموعة أقل من الأفلام،
الافلام هذه اغلبها مشاركين فيها مهرجانات دوليه عالميه، وفي افلام تعرض لاول مره انتاج شبابي، عندنا مخرجتين موجودين، وعندنا فيلم يعد اكثر فيلم بحريني محقق جوائز اللي هو سارق النور. وتاتي هذه الفعاليه ضمن انشطه ثقافيه تقام على مسرح جلجامش، حيث احتضن المركز للعام الثاني على التواني المهرجان السينمائي البحريني. احنا في مسرح جلجامش نهتم بالطاقه الشبابيه، سواء كانت في المسرح، في التصوير، في المونتاج. هني احنا عددنا الافلام القصيره حق تطوير الشباب. لازم نخلي الشباب مثلا يعرضون افلامهم، الناس تشوف افلامهم، الناس تتكلم عن افلامهم، تنتقد افلامهم، يمدحون افلامهم، اساس يكون عندنا مستقبل تصوير افلام مبهر نواكب الدول الثانيه. الشباب لما يكتبون الافلام اكيد يعرضونها بعد على مؤلفين، وبدون شك المؤلفين الكبار يعني اللي عندنا ما يقصرون وبيوجهونهم. ونفس الشيء يعني لاحظت لما اشتركت في احد الافلام، يعني كانوا في مصورين مبتدئين ومصور يعني عنده خبره كان يوجههم ويساعدهم ويمشي يعني امورهم. وتهدف اللجنه المنظمه للمهرجان إلى إحياء الفعالية السينمائية من جديد، مسجلة بنسختها الثانية وبمشاركة أكبر عدد من المواد الفيلمية، حيث أبدى المشاركون والحضور تفاعلهم مع الأفلام المشاركة في المهرجان، إضافة إلى أن اللجنة قامت باختيار 6 أفلام قصيرة للتنافس على المركز الأول الذي سيتم الإعلان عنه لاحقاً. إيناس أبو شهاب فنانة فنها فريد، يعني هي موهوبة بطريقة استثنائية، رح نتعرف عليها وأعمالها الفنية من خلال هذه الاستضافة. أهلا وسهلا فيك إيناس. أهلا وسهلا. أحكي لنا عن طبيعة فنك، يعني شو أكتر شيء بتتفردي فيه بميزك بالأعمال الفنية؟ يعني من شخص للتاني بيشوفني بطريقة معينة، ناس بتلاقيني بالبورتري أكتر، ناس بتلاقيني بالكاركترز أكتر، سو ديبانز. يعني هي كل الموضوع إنه it's a matter of taste. في ناس بتلاقي الكاركترز بالبقلي اكثر، في ناس يعني الشخصيات البقلي. انت وين بتلاقي حالك اكثر وكيف بلشتي بهالقصه؟ بلشت من وانا صغيره، برسم من وانا صغيره بس بشكل مش متواصل. بعدين صرت بحس حالي انه الرسم بحس يعني بخليني احس حالي انه انا عم بروح لعالم ثاني او مطرح ثاني. يعني لما بتلاقي حالك عم تفصل بين مرحله الوعي واللاوعي، احلام انه عم تطلع من حالي، يمكن تكون كثير ستريس، ممكن تكون كثير متوتر، سو الرسم بيعمل لي هيك حالة ريلاكسيشن فظيعة. هاي الحالة يعني أنا دائما بقول محظوظين المبدعين، لأنه بيهرب للوحة للرسم للكتابة لغيرها. أوقات الواقع بيأذينا، أو ممكن يكون في أشخاص بيعطوك هيك طاقة سلبية، سو لما بتكون أنت بترسم أو بتكون بحالة هيك هستيرية مجنونة بلكي، بتحس حالك عم تطلع من اللي أنت فيه. اكزاكتلي. احنا اللي ما بنرسم تفشش بالمخدة. في ناس بتصرخ، في ناس بتكسر، يعني اتليست احنا شوية في عنا طب إيناس، انت من اعمالك الفنية رسم الوجوه، يعني بتحسي انه رسم الوجه كثير مقرب لإلك عن رسم بقى يعني اي شيء ثاني؟ بصراحة في يعني اكثر من حدا من الفنانين الكبار بحب اشكر، طبعا المبدع ناصر الجعفري اللي باخذ اوقات ملاحظات منه، قال لي مسكتك للقلم كثير حلوه وعندك تفاصيل كثير دقيقه فاشتغلي على الموضوع اكثر. كنت حابب صراحه، انا لما لقيت حالي الكل عم بيشجعني انه اتوجه لرسم الديجيتال لانه بالجرايد اغلبه ديجيتال وهيك، قال لي لا مارسي اكثر بالرسم لانه كرصاص وهيك، سكند ستيج رح بتكون بلكي الديجيتال لانه توتالي ديفرنت واي. هلا بحس انا البورتري يمكن استنساخ اكثر، هلا انا بحس انه بالابتكار ببدع اكثر. صح، رح نشوف مجموعه رسومات، ولكن يعني ناصر الجعفري صديقنا مسلم عليه، بتفكري مثلا باطار كرتوني بعدين يعني مثل مدرسته؟ كثير بصراحه يس بتشرف. عم نتفرج نحن على مجموعه من الصور. ايش عم تستخدمي برسمك؟ قلم رصاص بس فقط. مبدئيا قلم رصاص يس، اوقات الوان كثير بسيطه، عندي بيسك تولز ما عندي هالاكويبمنت. البساطه يعني احلى. يس هاي يعني بتمثل، بتحبي انت مثلا الباليه رأس بحب الباليه. لما بحس البنت هيك عم بتحلق وهي طايره. حريه في فريدم يس جميل.
عرضتي شيء؟ هذه صاحباتي صاحبيتي حلا. متوقع ترسمينا مثلا؟ بصراحه بتعرفوا لو في وقت كان عندي اكثر اكيد بشرفني. احنا اللي بنشرف. والله نفسي اشوف صورتي زي هيك انا على فكره. خلص ابشر. والله ابشر. وهي حلوه كثير. هذول يعني from my own creation ما بيكون بلبق. مش كتير. أنا ما بحسب يعني أنا بستغرب من الفنانين اللي بيكتبوا أخذت مني 40 ساعة. لأنك مستمتعة. إنه خلص يعني. مستمتعة. Enjoy the moment وخلصنا. طبعاً. هدول طبعاً مجموعة من صحباتي. حلوين طبعاً. حاولت تعملي معرض بالك تجمعيهم تستخدميهم كمصدر دخل. كمصدر دخل يمكن لقدام أو يمكن أنا مش حدا كتير معروف يمكن عن جديد لأنه بديت أكتب مقالات بجريدة الأنباط بوجه تحية للسيد حسين الجغبير. هذه اختي طبعا المخرج عم بيقول انه بتشبهك معقول انت راسمي حالك اوكي بتعرفي لما بجي اجرب ارسم حالي ما بحس حالي بعمل اضافات اوقات واحد بيحلي حاله ما بطلع انا الله يسعدك يا ربي هذول مجموعه من صحباتي كمان صحبتي هبه صديقات اوكي تمام ما بترسمي ابدا ما بتستخدمي الوان ابدا فقط قلم رصاص يمكن لانه بحس حالي انه ستيل بمرحله تطوير عم بحس حالي بدي اتدرب اكثر على بقلم رصاص لقدام اكيد فنتلي يعني بحب انه اتطور ما اخذتش دورات ابدا ايناس يعني كله بس هيك موهبه فطريه عضويه اورجانيك انا يمكن مقصره لانه دائما ماما من زمان وانا صغيره بتشجعني انه لازم تضلي ترسمي يعني اوقات لانه قطعت فتره كثير طويله ما لي يمكن فعليا اكثر من اقل بلكي من سنتين عم برسم فدائما بتقول لي انه لا لازم تضلي ترسمي بدك تعملي معارض وهيك عم يعرض علي هلا مو معرسه اكيد بحب اكيد انا اشكر السيد حسين نشوان رئيس تحرير جريدة الرأي هو رئيس رابطة الفنانين التشكيليين اللي أكيد كلمتي يا بنتي منه بتسمع عندي الدنيا وقال لي إنه يعني من هاللحظة اللي بدك إياها أنا شو درستي طب أنت بالنهاية مش فنون أنا أدب إنجليزي دارسة أدب إنجليزي وتشتغل بمجال دراستك لا بشتغل مدير التسويق بشركة دعاية وإعلان ممتاز يعني مش مجال الرسم يعني ماخذ منك كل شيء طب ليش وقفتي فترة يعني شو التحديات اللي خلتك دراسة موهبة المفروض الموهبة تضلك بتعرف اللي خلاني أرجع أرسم حالة هيك ديبريشن صارت عندي حسيت باكتئاب لقيت حالي انه انا الرسم اتس ا ثيرابي بالنسبه لي صارت اكزاكتلي فبلاقي حالي فيه يعني عندي طقوسي بحس حالي انه انا لما بدي ارسم لازم اكون قاعده مع حالي باخذ ساعات اوقات وانا مش منتبهه حكينا عن الطقوس هاي كيف بتبلشي فيها الطقوس اهلي شوي متغلبين معي يمكن بدايه اول ما رسمت بيجي اوقات عندنا ناس اطلعي سلمي لا انا عم برسم يعني كان لازم يوصلوا لقاعده انه انا وقت اللي برسم ما بحب اقطع اوقات بيجيك الانسبيريشن بنفس بنفس اللحظه فبحس انه لا يعني واهلي كثير داعميني يعني بيتفهموا وضعي انه اذا ايناس بترسم تجيني كاسه النسكافيه لعندي وبيجيني الدلال عندي فكتير حلو هذا هم براعوها لانه بتكون متوتره وعم بتفضي بالرسم فاذا ما زبط يعني الموضوع يعني الله يبعد عن الجميع حالات الاكتئاب يعني بس هذا الاكتئاب اللي انت مرقتي فيه هيك مؤقت كان مفيد كان مفيد رجعك للرسم ورجعنا نشوف كمان حلو انك تحول التحدي لنجاح يعني في ناس كثير بس عندهم كآبه او مواقف مثلا بتغير حياتهم مثلا بصير يعني بصير منحدر بالضبط ممكن انه بينجرف بتيار مش تياره وبصير بيغلط او بيعمل شيء ممكن يندم عليه لبعدين يعني فلا اكيد الرسم شيء راقي وبتحس انه هيك حالي هيك فنيه غريبه يعني فيها نضج فكري وفني وطبعا ارتقاء بتكتبي عندك محاولات كتابيه انجليزي عربي وانا بالجامعه كنت اكتب بالانجليزي من اقل من 4 شهور عم بكتب بجريده الانباط وموقع جهينه نيوز شو المواضيع اللي يعني اجتماعيه اوقات بناصر النساء اوقات بهاجم الرجال ففي ناس انا في مجال اطلع في ناس مش رجال بهاجم الذكور نعم هو يعني شو المقصود بالذكور؟ هلا الذكور الزلم اللي عامل حاله رجال يعني مفهوم الرجل شيء كتير صعب يعني ربنا ذكر بالقرآن الرجال قوامون على النساء ما حكى الذكور يعني فرق كتير كبير الرجل الموقف الرجل بتحس انه انت بتقدر تركن عليه بتستند عليه يعني في قصص كتيرة مشكلتنا يمكن بالمجتمع انه بتحس انه مجتمع ذكوري هو اصلا وبتحس انه في ذكور بيكرهوا نجاح النساء يعني لا نعمم بس بالتأكيد هاي يعني هاي موجودة يعني أكيد. هاي الحالات موجودة وموجودة بكثرة كنت عم بتقولي لي انه عم بتفكري بعدين اشي لكرتوني لكاريكاتير صراحة ومع كتاباتك ما شاء الله وهاي اللغة
اللي موجودة عندك يمكن تطلع حالة أيضا مهمة. بتمنى يعني أنا بالصدفة عم بتخليني إنه أنا عارف يمكن في كتير عالم ما بيعرفوني إنه قليل كتير الناس اللي بيعرفوني يمكن بس الماي كونكشنز اللي كتير قلال وأصحابي ومع يعني عائلتي. فبحب اكيد يعني لقدام انه اكون اسمي مربوط بالابداع انه اوقات لما الناس تحكي لي مبدعه او فنانه هذا الشيء كثير بيسعدني. ممتاز. فلقدام بتخيل انه عندي مستقبل حسب ما بيحكوا الناس الكبار من كتاب ومن فنانين. فشي يعني والله انا بتفائل لك كمان يعني ناس. Thank you. طب اذا في واحد حاب يشوف صورك وابداعاتك يعني في مكان ممكن مثلا نشوف فيسبوك سوشيال ميديا؟ انا شوي مع اني انا بالماركتينج ومفروض اكون عندي بس كل مش عم تسوي لشغلك ما عم بسوي لشغلي لانه اعتمدت انه يعني الموهبه بيوم من الايام رح تبين لحالها ما اعتمدت على الكونكشنز تبعوني لماركت حالي. ف ترك الأمور للصدف يعني مثل الصدفة الحلوة اللي جمعتني فيكم اليوم. إحنا اللي تشرفنا فيكي. بدي أرجع شوي لكتاباتك ومقالاتك. إيش أكتر كيف بتعنوني المقال؟ تعرفي أنا هاي بلاقي أصعب شيء في كتابة مثلا خاطرة أو مقال هو العنوان لأنه هو اللي بيشد. مزبوط. ومع إبداعك الفني ما بعرف بحس إنه لازم يكون حتى مختلف يعني. مزبوط. صح. أو فني. أوقات شو أكتر شيء كتبتيه ومثلا عمل جدل أو لا قبول؟ أكتر شيء يمكن لقى ضجة متزوجة ولكن لأنه كانت عم تحكي على الست المتزوجة اللي عم بتها يعني جوزها بهينها وعم تتعرض للذل والخيانة وهي مضطرة أنه تبقى مع جوزها لأنه الناس أو مجتمعنا بشكل عام دايما ضد المرأة المطلقة. فبنهاية المقال انه يعني بحب دايما بالمقالات اوجه رسالة انه الواحد لازم يطلع من هذا الشيء. في كل انسان فينا عنده طاقة مكبوتة اذا الواحد بيطلع جوا حاله داخليا بيقوى. فبحس هيك انه الواحد انه مش لازم انك تركن على مساعدة من طرف تاني انه ربنا موجود. اذا انت بتشكي همك لربنا ربنا اكيد بيوقف معكم حدا اقرب لك يعني من ربنا. فهي يمكن اكثر شيء عملت ضجه. اشبه الرجال كثير ناس ما عم شفتيه. انا توقعت انه عناوينك قدام. انا حاسه المواضيع هاي كثير على فكره الدعم الرسمي لها هنا. اي حدا حقوقي مناصر لحقوق الانسان بالزبط. مش بس فقط المراه يعني لازم يتصدى لهذه الامور. اليوم جبنا اخبار منوعه ففي عادي بالصومال انه العريس بيضرب عروسته قدام اهلها عشان يثبت رجولته وهي لازم تعترف بالحكي هذا. يا حبيبي يعني هاي تتخيلي لا اكيد لا. طب اللي بدي اساله بتعرفي هلا وانت عم تحكي عم بفكر كثير مثلا قديش نحن بحاجه لكتب اطفال لقصص اطفال وانت يمكن بتجمعي هذا الشغف اللي احنا شايفينه الكلمه ايضا الهادفه والرسومات. مزبوط. ممكن هذا يكون هيك مشروع فكره يعني انت هلا اقترحتيه علي بصراحه سو بيكون لك دور. لا يعني قصص يعني هادفه لانه بحاجه مجتمعنا انه نوعي الجيل الصغير. بصراحه لازم لانه اذا الانسان ومن هو صغير انه تربى صح وتربى على الثقافه كيف يطور حاله كيف يطور من اموره بالضبط القيم والاخلاق هذا شيء كثير مهم. يمكن ريسنتلي السوشيال ميديا اوقات الواحد اذا بيستخدمها بطريقه غلط ممكن صح. تنشئ جيل فاسد. فاكيد اذا احنا بننمي هالقيم بالضبط نوظفها بطريقه ايجابيه فديفنتلي اكيد رح بيكون شيء مميز. بس لازم على فكره انت تعملي يعني قاعده بالسوشيال ميديا ممتازه يعني انت حكيت الموهبه لازم بتطلع لحالها صح؟ صح هي طلعت احنا عم نستنى هلا تصويتها منك يس. فلازم نشوفها على ارض الواقع باذن الله. اكيد باذن الله. اي رسائل اخرى بتحبي تقدميها في ختام اللقاء؟ اي شيء تمني قد يكون يعني بحب اكيد اي انسان عنده موهبه مهما كانت صغيره انه يطورها وما حدا انه ييأس انه كل انسان في جواته شيء معين بيوم من الايام رح يكبر ورح بيصير ونضل نحلم. ما في احلى من الحلم بالحياه. اي ما احلم. انا معك فعلا حلم كثير حلو. شكرا جزيلا إيناس ابو شهاب. وانت رسوماتك واقع واقع جميل يعني صح يمكن تستوحيها من الاحلام اللي انت هذا الحلم اللي يمكن بلهمك ولكن انت موجوده واحنا سعيدين جدا في واقع شكراً. رسوماتك. يعطيك العافيه وانا بستنى رسمه منك كمان. اكيد اكيد. شكرا لكم مشاهدينا بنكمل فقراتنا بعد الفاصل. اهلا وسهلا مشاهدينا مره ثانيه. وزي ما بنعرف شهر رمضان المبارك يعني هو شهر الخير وشهر اللي بتكثر فيه الاعمال الخيريه والتطوعيه
ويعني بصير الاجر مضاعف عند ربنا يعني. وبنتشرف باستضافه مسؤولي مبادره داعمو الاردن نصر حرز الله وعماد الربعي. اهلا وسهلا أهلا فيكم شباب. يعني راح نحكي اكثر عن مبادرتكم هاي. نبدا معك، احكي لنا اكثر عن المبادره. والله هي مبادرة أساسها شبابي يعني. هيك هيك طلعت فكرة بيننا شباب يعني، كانت بداية بيني وبين عماد، إنه حاولنا إن تكون ننشر الخير، إنه نعمل كل فترة نعمل خير بيني وبينه. فقبل 5 سنين تقريبا طلعتنا بفكرة إنه ليش ما نكبرها وتصير فريق يعني. إيش هي كانت الفكرة؟ كانت الفكرة فكرة أعمال خير، إنه تقتصر إنه بشهر رمضان، إنه على طرود خير بيني وبينه مثلا، إنه على مراكز أيتام. بعديها حبينا نطورها، فالحمد لله لقينا في انه قدرنا نطورها وصارت فريق كامل على مدة 5 سنين يعني. كل سنة بنقدر نتجدد بزيادة، وكل سنة عم نتطور بزيادة، وبفعل يعني الحمد لله قدرنا نوصل لأكثر من عمان يعني. طلعنا على محافظات برا عمان، والحمد لله كثير لقينا أشياء منيحة يعني. انتوا اللي أسستوا، اجتكم الفكرة مع بعض يعني، مش فعلياً. انه واحد منكم الثاني ساعده. لا لا، مع بعض. طيب عماد، يعني شو بدي اعرف مين اللي طلع الفكره، انت ولا هو؟ مين دعم الثاني؟ مين ساعده باللحظه هذه؟ عماد فعليا اللي طلع الفكره. اه والله. كيف اجتك يعني الفكره هاي؟ عملت تطوعين تطوع قبل هيك يعني؟ اكون معك صريح، هسه الفكره بتنخلق دائما من مبدا انت عندك. اي فكره بتنوجد عندك بداخلك بتكون انت مآمن فيها، غير انك انت يعني بدك تشوف مثلا ناس زي هيك، مثلا انت ممكن تقتدي في هذا الاشي خدمة للمجتمع اللي انت فيه، خدمة لطالع من حبك لبلدك لشعبك. فمن هذا المبدأ حبينا انه احنا يعني مثلا بدل ما نساعد فئة معينة، فئة صغيرة، حبينا انه نطور هذا العدد اللي احنا اللي بنساعده اللي بنوصل له، بنطلع من عمان للمحافظات لشمالها لجنوبها، شو ما بنقدر احنا الشباب انه نساعد نقدم خدمات لهالبلد يعني، طول ما احنا موجودين ان شاء الله انه نقدم اللي بنقدر عليه. يعني هاي اول تجربه لكم كانت تطوع قبل 5 سنين فعليا. طيب ايش يعني اللي عملتوه انه خلال الفتره هاي، المبادرات اللي طلعتوا فيها يعني واحده ولا اكثر من مجال؟ والله شوف اكون معك، هسه احنا عملنا اكثر من مبادره، بس كل مبادراتنا كانت تتركز على الفترات اللي احنا فيها. يعني حاولنا مثلا نركز بشهر رمضان على الافطارات الخيريه، مرضى متلازمه الداون، الاطفال الايتام، المسنين. خلال مثلا فتره الشتاء زي ما احنا عارفين انه في عندنا مناطق نائيه بتعاني من ظروف صعبه بالشتاء مثل محافظات الجنوب، حبينا نوصل لها بالشتاء من خلال طرود، حرامات، صوبات، ايش ممكن نعمل للشتاء. وعملنا الحمد لله 5 حملات شتويه على مدار ال5 سنين، كل سنه عندنا حمله. وكنا نعمل حملات كسوة عيد للأطفال للمحافظات، وصلنا محافظات الشمال، وصلنا الزرقاء، الحمد لله رب العالمين. كل شوي عم بنزيد من 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 حملاتنا، كل شوي عم بنزيد يعني، بنشتغل على الدعم المتوفر لنا وطاقاتنا المدخرة. رح نحكي عن الدعم ورح نحكي عن فريق العمل، بس خلينا نشوف في فيديو احنا عملناه عن المبادرة تبعتكم، نشوفه ونرجع نتناقش فيه. بالحب تلقاك البدور، ضيف الأمان والسرور، فيك العطايا والأجور، يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور. جو أقي جو غمون دمون، Célia, bienvenue. Meilleur de moi, bienvenue. Bonheur et joie. Notre homme au ça, bonheur et bien. We welcome you, month we all adore. We pray for happiness and more to all. زي ما شفنا يعني ما شاء الله يعني فعالياتكم منتشره، وخلينا نحكي في اعداد كثير كبيره شفناها بالفيديو عم تستفيد يعني، هذا غير اللي ما تصور اكيد. بدي احكي لنا عن فريق العمل تبعكم يعني، انتم بلشتوا بالفكره 2، وبدي اعرف اول عمل تطوع عملتوه، بعدين فريق العمل كيف بداتوا يعني تجمعوا فيه؟ بلشنا تقريبا احنا باول سنه لنا، اعلنا على كانت بدايتنا بالجامعه الاردنيه. بلشنا نعلن على جروبات الجامعات الطلابية انه احنا حابين نعمل فريق تطوعي.
فرجينا انه احنا حابين نعمل خدمات 1 2 3، عرضنا جدول لقدام شوي، خطة عمل لقدام. ممتاز. فحضرناها، بلغنا الحمد لله رب العالمين بأول اجتماع لنا كان العدد 30 متطوع. قدرنا نشكل الفريق أو نواة الفريق خلينا نقول. الأساسات كانت جدا الحمد لله رب العالمين ممتازة مستمرة لحد الآن. تكون فريق العمل خلال السنين، كنا نعطي المجال لمزيد من الشباب اللي حابين يتطوعوا معنا، نعطي فرص إنه نكون إحنا مدربين لهاي الفئة، نأسس أفريقة غيرنا، نشرف على أفريقة تطوعية تطلع من خلال فريقنا من خلال المتطوعين. حاولنا نندمج مع مبادرات حتى نستفيد من خبرات ونفيد من خبراتنا برضو. شو قدرنا نقدم إنه كمان غير هيك، قدرنا إنه نوصل عدد المتطوعين الحمد لله رب العالمين. قدرنا خلال شهر رمضان الفات نغطي فوق 1000 متطوع كان موجود معنا. في عدة أفريقة طلعت من خلالنا من المتطوعين اللي كانوا موجودين. الحمد لله رمضان هذا نفس الشيء، في أفريقيا طلعت من خلالنا، أشرفنا على إفطاراتها على نشاطاتها على طريقة الدعم، ساعدناها الحمد لله رب العالمين. هيك شيء أنت بتكون دائما مفتخر إنه في ناس ماشية وفي في خير قاعد بيطلع من شبابنا وبناتنا والفكرة قاعدة بتنتشر بتوصل. صحيح. نصر زي ما شفنا بالفيديو يعني ما شاء الله يعني الأعداد اللي عم بتساعدوا فيها كثير كبيرة. طيب الدعم اللي بيجيكم يعني أكيد هاي المبادرات بدها دعم مادي خلينا نحكي أكيد. ودعم معنوي والدعم خلينا نحكي الشخصي زي ما حكى عماد إنه في ناس الحمد لله مجتمعنا بتقبل إنه يجي يشتغل بعمل تطوعي خيري. الدعم المادي اللي حصلتوه يعني أو ما حصلتوه يعني حكي لنا عنه، وبالإضافة لكمان العمل التنظيمي اللي عجبني بصراحة بحكي عماد إنه بلشتوا أنتوا بخطة واضحة للناس عشان تعرف أنا والله متطوع بأي مجال وكيف عم بتطوع. والله هو فعليا أنا نحكي على الدعم، هو كان الدعم مقتصر علينا إحنا شخصيا نحكي يعني من إحنا الشباب يعني كان يجي نحكي المصاري الشخصية نيجي نحكي ومن الدعم الناس اللي حوالينا يعني الحبايب والقرايب والأهل يعني هيك كان إحنا نقدر نجيب دعمنا. يعني حاولنا إحنا نجيب دعم من ناس تانية من جهات رسمية، يعني في ناس كانت تجاوب معنا وفي ناس ما كانت تجاوب معنا بفكرة إنه أنت لسه كانوا يحكون أنت لسه مش رسمي إحنا ما بنقدر نعطيك دعم. فاحنا الحمد لله ما كان حد صدنا من نجي نحكي من اللي حوالينا، واحنا ما كان الحمد لله الخير ما كان نلاقي انه على السريع كنا نلاقي فلوس ونقدر نسوي يعني انت زي ما شفت على الاعداد اللي وصلنا لها ثلاجات شفت عم بالضبط وعلى دعم منا شخصيا، فالحمد لله احنا شايفين انه احنا قدرنا من غير دعم نوصل لكثير اشياء يعني ما شاء الله يعني. والفريق التطوعي كمان عندكم يعني عدده كثير الحمد لله. يعني في عندك اي اضافه حابب تضيفها؟ اذا على المنظمين يعني انت على التنظيم الحمد لله احنا فكره احنا اللي دائما بنحكي للمتطوعين انه انت بدك تعتبر حالك معنا مش متطوع، انت بدك تعتبر حالك معنا منظم، يعني صار لك معنا من 5 سنين فكرتك راح تنقبل قبل فكرتي، اذا انا حكيت شيء يمكن فكرتك تكون احسن من فكرتي. صحيح. فاحنا هذا اللي خلانا نتطور بشغلنا انه احنا انت معنا كانك واحد منا مش كانك متطوع وبعد الافطار او ماذا بعد المشروع تمسك حالك وتروح. ايوه فهذا اللي خلانا نوصل بالدعم لا بنوصل بالتطوير انه لمجال كثير بصير الانتماء اكثر واقوى جداً. للمتطوع يعني عماد ونصر انا كثير بشكركم اول شيء للشيء اللي عم تعملوه لمجتمعنا وهذا شيء كثير يعني رائع خلينا نحكي بخاصه بالشهر الفضيل لانه في ناس كثير بحاجه لهذا للمبادرات الخيريه اللي عم بتصير لاهل من وجه الخير يعني من شباب زيكم خلينا نحكي لسه بدايه عمرهم. صحيح. بدل ما انهم يروحوا يقضوا اوقاتهم باعمال خلينا نحكي تلهيهم عن الدنيا وعن رمضان، انتوا عم تعملوا الخير عم بتفرغوا طاقاتكم واوقاتكم، اكيد كل واحد عنده مسؤوليات وعيله وشغل. صحيح. وعم تعملوا مع هيك العمل الخيريه، شكرا كثير لكم. العفو وان شاء الله ان شاء الله على الاستضافه يعني واعطاء المجال لمشاريع الشباب انها تكون ظاهره للناس، وجد شكرا لكم على الاستضافه الطيبه وما قصرتوا. شكرا ويعطيكم الف عافيه. الله يعافيك يا رب. مشاهدينا وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم، إن شاء الله بنكون بهالساعتين قدمنا المعلومة المفيدة والحلوة. انتظرونا غدا إن شاء الله بنفس الموعد الساعة 10 أنا وزميلتي هنا نعرض. أهلا وسهلا.